اهلا وسهلا بكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقه جديده من ملعب اون تايم. النهارده يوم مختلف ويوم جديد. النهارده بقى بنفكر بره الصندوق، بنفكر بما يخص الاستثمار الرياضي. النهارده حلقتنا كلها على الاستثمار الرياضي. النهارده معانا ضيوف يعني حدث ولا حرج. عد بقى، كابتن حازم امام هيكون مشرفنا منوره النهارده، كابتن محمد زيدان هيكون معانا على التليفون، عماد متعب هيكون معانا ان شاء الله باذن الله، احمد حسن هيكون معانا، الحاج ضيوف هيكون معانا، سالجادو لاعب ريال مدريد السابق، وهيكون معانا المعلم الاسطى كابتن حسن شحاته. ايضا النهارده اول ظهور للمهندس نجيب ساويرس في برنامج رياضي، وايضا اول ظهور لانسي نجيب ساويرس. والنهارده في مبادرات كتيره جدا واخبار كتيره جدا تخص الوسط الرياضي. احيانا بتكون الظروف اللي احنا فيها دي من المستحيل ان انت يبقى فيه رجل اعمال او يبقى فيه حد يعلن عن استثمار، يعلن عن تفاؤل، يعلن عن لمبه تنور للي جاي. احنا النهارده هنعمل كده، هنعلن على مفاجآت كتيره جدا، وهنعلن على حاجه تنور على اللي جاي، عشان زي ما عودناكم دايما هنفكر بره الصندوق. الفتره اللي فاتت دي في ملعب اون تايم من ساعه ما ابتدى الحمد لله بفضل الله، النهارده جالنا خبر البرنامج هو رقم واحد مشاهده في مصر، وده شيء الحقيقه يسعدني جدا واتشرف ان انا اكون موجود مع الكابتن احمد شوبير. سبب نجاح البرنامج ثلاث حاجات: علاقتي القويه جدا 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 بالكابتن احمد شوبير، ودي من سبب نجاح البرنامج ده، واداره قنوات اون تايم سبورتس، واداره اعلام المصريين، سبورت غير طبيعي، سبورت غير عادي، سبورت كبير جدا 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 في اي حاجه الحقيقه تخص الشاشه. بنوجه لكل المسؤولين وبنوجه للساده الجمهور طبعا كل التحيه وكل الشكر. هبتدي النهارده حلقتي كده سريعا بحته. ناس كتيره جدا الفتره اللي فاتت كلمتني على اللائحه. بص يا كابتن، انت بتاخد اللائحه في الحته دي، وبتاخد اللائحه في القصه دي، وبتاخد اللائحه الموضوع ده، وموضوع الثمان سنين اعلنتها في اول يوم سبت اتحاد الكوره، وبعلنها تاني قدام كل الناس. واحنا في اتحاد الكوره كنا مجموعه مع مجلس اكن لهم كل احترام فرضا فرضا. خلصت المده او خلصت القصه، قدمنا الاستقاله دون تدخل اي مسؤول في الدوله ان احنا نقدم الاستقاله. حتى السيد وزير الشباب والرياضه ما كلمته انا وحازم امام، قال فكروا شويه، اصبر شويه، الموضوع كان منتهي وكان قرار مننا، وكان قرار مننا احراجا لاداء المنتخب واللي الدوله عملته في كاس الامم. الدوله الحقيقه ما ادخرتش اي حاجه لنجاح هذه البطوله ولدعم الرياضه. ده رقم اثنين. رقم ثلاثه، قلت الفتره القادمه مش هكون موجود في اتحاد الكوره، والنهارده بعلنها تاني، الفتره الجايه والانتخابات اللي جايه تحت اي ظروف، 8 سنين 9 سنين 10 سنين هيطبقوا من دلوقتي، 17 هيطبقوا من بعد كده، لن اخوض انتخابات اتحاد الكره القادمه، لا انا ولا حازم امام. موضوع منتهي عشان الناس بس ايه تبقى الامور سهله جدا جدا جدا. انا بالنسبه لي هكون موجود ان شاء الله باذن الله معاكم في الاعلام في نفس المدرسه اللي ابتدينا بيها على مسافه واحده من الجميع، وهكون موجود في عمل اداري اخر هنفذ فيه او هقدم فيه جزء من اللي اتعلمته في اتحاد الكوره وفي نادي الصيد وفي السنين اللي فاتت بشكل جيد جدا، ونتمنى ان احنا نعمل حاجه كويسه مع مجموعه كبيره جدا من النجوم هنعلن عنها في الوقت المناسب. ادي الدنيا سهله اهو، يعني في النهايه اتناقش في اللائحه، اتكلم في اي حاجه، لا ليا في 8 ولا في 18 ولا في 17 ولا في اي حاجه خالص. ده رقم اثنين. رقم ثلاثه، ناس كتيره بتقول لي على اللجنه الخماسيه. انت يا عم كل شويه تطلع تقول لنا عمرو الجنايني، اصل فضل، اصل سحر عبد الحق، اصل محمد علي، اصل احمد عبد الله، على فكره انا اللي تربطنا بيهم صله صداقه شديده جدا، يعني يعتبروا اخواتنا محمد فضل احمد عبد الله، عشان ما اقعدش اغني على الناس واقول كلام كده ايه. اي واحد بيمشي من حته يتمنى الناس تقول له ولا يوم من ايامك. انا من اول دقيقه قلت اداء الناس رائع. في اكتر من موقف قلت اداء الناس رائع. عمرو الجنايني بيأدي اداء جيد جدا، اللجنه الخماسيه بتأدي اداء جيد جدا. موضوع سهل اهو، ممكن يكون في موضوع اجي بس انور فيه كشاف، يا جماعه خلي بالكم من كذا. الناس جم في مهمه لثلاث حاجات عملوا خمس حاجات، وهيتكلوا على الله يمشي، والجمعيه العموميه لها كل احترام هتختار اللي هي عايزاه. اللي هي عايزاه اختار اللي انت عايزه بقى. زي ما انت عايز، الشروط تسمح لسين، تسمح لصاد، عيني ينزل، مفيش حد ولا تلوم الا نفسك. يعني في النهايه
ما تجيش بقى تلوم الا نفسك. وارجو، انا مش موجود في الانتخابات القادمه، ارجو اللي ينجح يكون اضافه فعلا، واللي يسقط ما نقعدش بقى نقول اصل الجمعيه العموميه بعد ما قلنا انها عظيمه وفوق دماغنا نقول قصه. على فكره طبيعه الناس بتزعل وطبيعه العمل عام. انا ناس كتيره جدا بعد اتحاد الكوره انتقدوني بشكل شديد جدا، انا وحازم ومجموعه كبيره، وجم بعد فتره قال لك ولا يوم من قامه، وهم بينتقدوا كان فوق دماغي من فوق، وهم بيقولوا ولا يوم من قامه كتر الف خيركم. ده طبيعه العمل عام، تتقبلها كده. لا الناس هتزعل منك على طول ولا الناس هتفرح بيك على طول، عشان الناس بس تكون فاهمه. دفعنا دايما عن الناس، كنا في يوم من الايام قاعدين مع زيهم على نفس الكراسي. يعني هقول لكم شويه كواليس. مثلا الناس بتقول على عمرو الجنايني، شفتوا انتقدوه في ساعات واتريقوا عليه في ساعات وقالوا له اصل انت قلت وقلت وما عملتش وعملتش وقلت. هو قال اللي بيحلم بيه وحاول يطبقه، احيانا كانت الظروف بره ايده، واحيانا كانت الامور امنيه، واحيانا كانت الرؤيه بره ايد الجميع، واحيانا حاجات كتيره جدا عشناها. فما اقدرش انتقده في حاجه انا شفتها وعايشها، ما اقدرش انتقده في ظروف احيانا خارج ايد الدوله نفسها. فبنتقده في ايه؟ بقول النهارده اداء جيد. انا شايف ان يعني في هجوم كده على احمد عبد الله ومحمد فضل الفتره الاخيره. مش هقول لكم بقى كويسين وحشين واعلام لجنه اعلام مضاده ولجنه اعلام بديله. انا بشوف بصراحه دي لقطات، يعني انا عايز اعمل لقطه اطلع لجنه. انا اتعاملت مع الاستاذ اسامه اسماعيل، راجل من الناس المحترمين اللي اتعاملت معاهم في الوسط الرياضي، وهم كثير على فكره مش قليلين، راجل من المحترمين ولا حد يفرض عليه حاجه ولا اي حاجه. والمجموعه اللي موجوده في المركز الاعلامي لاتحاد الكوره ناس محترمه وصحفيين محترمين، اعرف منهم بعض الاسامي واقسم بالله العلي العظيم الباقيين ما اعرفهمش، بس ناس محترمه. مش لازم انتقدهم واطلع اقول اصل موازيه وبديله وهنا وانت ما تعرفش هما بيشتغلوا ايه، ما تعرفش بيعملوا ايه. في الاخر هم عندهم اسر وده شغلهم وكل واحد بيشتغل. انت في الاخر بتطلع تقول كلمتين في الميكروفون وكل سنه وانت طيب وخلاص. انا دي قناعاتي على فكره، وجهه نظر. انا ما اعرفش لا مين بينتقد ولا مين بيمدح ولا اي حد. ما يخص احمد وحازم، ما يخص احمد وفضل بالذات، احمد وفضل بالذات ضحوا بشكل كبير جدا للمكان ده. الناس اللي بتسمعني تقول لي هو انت جايب اتنين صحابك طالع تقول لنا كلمتين عشان يعني تهدي الدنيا عليهم؟ يا عم خليك في حالك كده، الناس ممكن تقول كده. لا انا هقول لكم ببساطه. واحد يقول لك ما هم بيتقاضوا اجر او بيتقاضوا اجر. احمد عبد الله ومحمد فضل لو راحوا وظائف اخرى بعد كاس الامم الافريقيه وهم في السماء كانوا راحوا في حته تانية خالص. مهما تقاضوا بقى، سيبكم الارقام اللي بتسمعوها، يعني هم لسه اصلا ما خدوهاش، بس حتى لو خدوها، احمد عبد الله ومحمد فضل جالهم عروض كثيره جدا الفتره اللي فاتت بعد كاس الامم، برامج، حاجات اعلانيه، برامج شركات اتصالات عن طريقي انا شخصيا، كلها بالرفض. احنا قاعدين هنا لحد ما نخلص، وبعد ما يخلصوا الاثنين هيبقوا في الهوا. عشان برضه اكون صريح معاك، وبعد ما بتخلص شغلتك كل سنه وانت طيب. ففي النهايه الناس دي جت عملت بطوله كاس امم، وجت ادت في اتحاد الكوره كام شهر، عمل لائحه وشكرا سلام عليكم. حتى ما نشكرهمش على اللي عملوه، ما نشكرهمش على المجهود، ما نشكرهمش على التعب. انسى يا عم ان هم، ان انا بتكلم عن ناس انا عارفها، انا بتكلم عن ناس انا قعدت مكانها على كرسي وعارف ظروفهم، عارف رفضوا ايه وعارف عملوا ايه وعارف قبلوا ايه وعارف الكلام ايه الصح وايه الغلط. الناس دي ما استفادتش حاجه، الناس دي اتكلفت ان هي تبقى في المكان ده، فادت بمنتهى الامانه وبمنتهى الاخلاص. واقسم بالله العلي العظيم ربنا شاهد على الكلام اللي بقوله. انا على فكره لا محتاج اقوله ولا محتاج اعيده. انا ممكن اسهل حاجه الناس تنتقدهم ومفيش مشاكل، والناس يقول لك برضه ولا يوم من ايامك عادي. انا بقول حاجه ماليش فيها اي مصلحه. خلاص كده ايه، انا شرحت كل اللي عندي. تعالوا بقى نطلع على الهواء سريعا، والنهارده معانا ثلاثه لايف هنبتدي بيهم. نبتدي هيكون معانا من القاهره كابتن عادل طعيمه مدير قطاع الناشئين السابق بالاهلي، وهيكون معانا ايضا الكابتن حسين السيد حارس مرمى الزمالك السابق، وهيكون معانا الاستاذ عمرو الدرديري الناقد الرياضي الكبير. ايضا النهارده هيكون معانا ايفونا نجم النادي الاهلي اخر فقره في حلقتنا. ايفونا النهارده كل مصر مستنياه وكل جمهور الاهلي مستنيه، ومفاجاه من العيار الثقيل واداء اكثر من رائع لعبد الرحمن مجدي. عبد الرحمن مجدي واحد بلا منازع من نجوم اللقاء. هتشوفوا النهارده حاجه الحقيقه، اسئله ولقاء النهارده خارج الصندوق تماما. نروح للكابتن عادل طعيمه سريعا ونساله
على أحوال النادي الأهلي رحيل أحمد فتحي، شايف المسألة إزاي والتدعيمات والبدائل؟ كابتن عادل مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف. وحشنا يا كابتن، إزاي حضرتك؟ ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يخليك. بشكر حضرتك على تواجدك معانا، وشرف ليا طبعا. ورأي حضرتك في رحيل فتحي والبديل، ورأي حضرتك في ملف التعاقدات؟ والله طبعا ده شرف كبير ليا، وانا بشكركم على الاستضافه. الحقيقه موضوع احمد فتحي، انا بشوف ان النادي، حتى مش احمد فتحي بس، يعني بالنسبه للاربع لاعبين اللي النادي بيتفاوض معاهم، النادي الاهلي قام بالدور بتاعه كما ينبغي كجانب احترافي على اعلى مستوى. بالنسبه لحسام اداله الوضع بتاعه، اداله المميزات اللي هيحصل عليها. بالنسبه لاحمد فتحي اداله كل ما هو طلبه. بالنسبه لشريف، طبعا شريف كان مفروض ان هو عايز يلعب، فبرضو اداله الحريه ديت. طبعا وليد ما حدش بيتكلم عنه، فانا ما اعرفش يعني وليد، طبعا ده حاجه قصه تانية. فحتة الولاء والانتماء مهمة جدا يا كابتن سيف. الحاجة الثانية المهمة، لما حد بيقول احتراف بتبص تلاقي على طول بيخش في ذهننا المادة. أنا معرفش عمر الاحتراف ما كان مادة. الاحتراف في وجهة نظري، النبي عليه الصلاة والسلام من 1400 سنة قال الحديث: من عمل أحدكم عمل فليتقنه. الإتقان ده هو الاحتراف. الاحتراف ده ما هواش مادة. الاحتراف ده أنا بتقن عمل، والمادة جزء من الاحتراف. فأنا بستغرب يعني لما بالنسبة للاحتراف، أنا ليا وجهة نظر فيه. في حتة الانتماء دي لازم تبقى موجودة. وبنشوف احنا ميسي بيجيله اضعاف اضعاف اللي بياخده برشلونه، ما بيسيبش برشلونه. هل هو راجل يعني مش محتاج يبقى معاه فلوس زياده؟ يجوز، بس هي مساله نسبيه. فانا شايف الاحتراف من وجهه نظري هو انتماء مع اتقان عمل. في ناس تانية وليها وجهات نظر تانية، احنا بنحترمها. انا عايز فلوس زياده، انت حر، لكن لازم تبقى عارف ان برضو عملية الانتماء بتساوي انتماء الى جانب طبعا الجزء المادي اللي النادي عمره ما بيتأخر فيه عن اي لاعب بيخش في صفوف النادي. حتة مهمة تانية في غاية الاهمية، اللاعب اللي بيجي النادي الاهلي من صغره لحد لما بيطلع للفريق الاول، الجزء ده بنشوف مين المدربين اللي هم دربوه في السن ده. هل زرعوا فيه عملية الانتماء الممتازة، ولا كان المدرب اللي بيشتغل معاه ما ادالوش الحتة دي بالشكل الكافي؟ الحاجة التانية، في زي مثلا وليد سليمان ما كانش في قطاع الناشئين في النادي الأهلي. لما جه النهاردة وليد سليمان، علشان وهم بيتعاقدوا معاه اعتقد ان هو عي ودخل مستشفى عشان النادي الأهلي. فعملية الانتماء مش شرط ان انا اكون من قطاع الناشئين، لان من قطاع الناشئين لازم يبقى انا الاستاف اللي شغال معايا في قطاع الناشئين يبقى عندهم الجانب الانتمائي في غاية القوة، علشان الولد هو بيتربى من صغره كابتن، يبقى عنده الانتماء. كابتن عادل بعد اذن حضرتك، هو بالشكل الكامل قطاع الناشئين في النادي الاهلي يمتلك لاعبين يقدروا يلعبوا في الفريق الاول، ولا صعب؟ والله شوف انا من وجهة نظري، علشان الحكم على حاجة زي دي لابد انه يبقى فيه المناخ موجود. احنا زمان كنا في السن الصغير كنا على طول بنتعامل مع الفرق الناشئين على اساس ان هم ولاد كبار، اكتر من لاعب من الجماعة المعارين. في اكرم توفيق، وفي اسمه ايه ده، عمار، وفي باسم، في اكتر من لاعب، وفي اكتر من لاعب الحقيقه موجودين، الى جانب هاني طبعا. الى جانب هاني. بشكرك يا كابتن عادل، وانت عارف يا كابتن سيف ان في برضه حته الناس مش عارفاها.
اتفضل اتفضل يا كابتن. رامي ربيعه اصلا بيلعب باك رايت. رامي ربيع بيلعب باك رايت وباك رايت هايل وبيلعب هاف ديفندر. يعني شايف ان حضرتك يعني ان رامي ممكن ان رامي يعني ممكن يروح الحته اليمين دي مع محمد هاني؟ مع محمد هاني طبعا، لان لعيب كوره بيعرف يخرج الكوره مظبوط، بيجيد الجانب الدفاعي والهجومي. وبعدين انت عارف يا كابتن سيف ان هو رامي بحكم ان هو بيلعب مساك وبيلعب في هاف ديفندر قبل كده، ممكن لما بيلعب على الطرف اليمين لما الكرة بتكون عكسية، ممكن لما بيغطي بيبقى بيقوم بدور السرد. حضرتك يا فندم وبتشرف بوجود حضرتك معانا. ربنا يخليك، ربنا يخليك. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. نروح لنادي الزمالك، كابتن حسين السيد حارس مرمى الزمالك السابق، وملف تدعيم وملف تجديد اللاعبين في الزمالك، ورأيه في وجود أبو جبل جنش عواد صبحي. كابتن حسين مساء الخير. مساء الفل يا كابتن سيف، ازي صحتك؟ وحشنا يا كابتن، اخبار حضرتك ايه؟ الو، ربنا يخليك كابتن سيف، الحمد لله كله تمام. كابتن حسين، راي حضرتك في وجود اربع حراس مرمى في النادي الزمالك؟ هل النادي الزمالك في احتياج ان هو يستغني عن حد؟ وهل النادي الزمالك في احتياج بصفه عامه لتدعيم صفوفه؟ كابتن حسين حضرتك سامعني؟ مش سامع يا سيف. كده ابتديت اسمعك يا كابتن سيف. طيب اعيد السؤال تاني، شايف حضرتك الاربع حراس مرمى اللي موجودين في الزمالك، الزمالك محتاج ان يستغني عن واحد منهم؟ وهل الزمالك في احتياج لتدعيم صفوفه في اماكن بشكل عام، ولا مش في احتياج؟ كابتن سيف، انا سمعت تقريبا السؤال، ويمكن انا متهيألي اتناقشت في الموضوع دوت في مواقف سابقه قبل كده. الموضوع كله باختصار هو محتاج طبعا اربع حراس مرمى، اعتقد ان هم هيبقوا موضوع صعب جدا، لان حارس المرمى مركز لازم يكون دايما شغال. ومشكله حراسه المرمى بالتحديد، سامعني يا كابتن سيف؟ سامعك، معاك كابتن، اتفضل. طيب، لازم يكون بيشتغل على طول وتحت ثلاث خشبات. فالمشكلة حلها بسيط، مش عايز اقول بسيط، بس هو مفروض ان هو يتعمل او يبتدي يتعمل من دلوقتي، ان هو الرابع طبعا هيبقى فرصته ضئيلة جدا، فاعتقد ان هو الاعارة هتبقى انسب حل ليه. انما الثلاثة التانيين هيبقى في واحد واثنين ممكن يعمل الروتيشن بينهم وبين بعض، واحد يلعب. اعتقد دلوقتي اللي بيلعب ابو جبل، وما اعتقدش ان في المستوى اللي هو فيه دلوقتي حد هيقدر يقعده او يزيحه عن مكانه. وبرضه جنش راجع هيبقى في الصوره، لان جنش برضه كان الاساسي في الفتره اللي فاتت. فاعتقد ان جنش برضه مع ابو جبل ممكن يتعمل بينهم الاثنين روتيشن، ويبقى الثالث ايا كان بقى اللي موجود، عواد او محمد صبحي، هيبقى موجود لا قدر الله يحصل في الامور اصابه زي اللي حصلت لجنش كده لا قدر الله. انما الرابع ده لازم يعار، والمشكله هتبقى في ايد مدرب حراس المرمى بالاتفاق مع المدير الفني. وفي الحاله ديت لو توصلوا لحل ما بين جنش وابو جبل، ان هو في روتيشن وروتيشن يتعمل مظبوط، اعتقد ان المشكله ممكن تتحل وتبقى بسهوله، ويبقى نادي الزمالك عنده حارسين بدل ما يبقى عنده حارس واحد اساسي. حضرتك كلامك كده خرجت عواد من المعادله. ما هو للاسف مش انا اللي خرجته، عواد دلوقتي يعني بالبلد كده زي ما بتقول يا كابتن سيف هو اللي خرج نفسه. عواد خد الفرصه خمس ست ماتشات في بدايه الموسم، هو كان الاساسي. لما جه حصل في الامور او مستواه عايزين نقول نزل شويه، دخل مين مكانه؟ ابو جبل، برضه عشان ياخد فرصته. ابو جبل زي ما بتقول برضه بالكوره مسك فيها وثبت رجله، وما اعتقدش ان اي مدرب دلوقتي هيقدر يقعد ابو جبل دلوقتي. اعتقد ان دلوقتي المركز بالتدريج بالترتيب هيبقى كالاتي: ابو جبل، وبعدين نخش بقى في المنافسة بين عواد وجنش. واعتقد ان جنش يعني على حسب معرفتي بيه ان هو هيبقى اقرب، لان هو هيبقى نمرة اتنين، ويبقى هو بالتبادل مع ابو جبل في الحراسة. وعواد اعتقد ان هو ممكن يبقى نمرة تلاتة. وبرضه في المستقبل محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل، اصابة، انذار، ايقاف، مستوى ينزل لحد من الاتنين اللي بيلعبوا،
معنى ان عواد نمره 3 ده مش معناه ان هو مستبعد خالص على فكره، لا احنا كنا 3 حراس قبل كده والثلاثه كنا بنلعب منتخب مصر، كنا الثلاثه بيحصل فيه دايما روتيشن بين الاول والثاني والثالث، ده برضه لما بياخد فرصته ممكن يبقى هو نمره 1 وهكذا، انما كل واحد خد فرصته. اعتقد ان عواد خد فرصته، ابو جبل خد فرصته، جنش ان شاء الله لو رجع هياخد فرصته ممكن يثبت. لما بقول المشكله اللي هي ممكن توجد لها حل، والحل بيبقى سهل جدا، ان هو الروتيشن بين نمره 1 ونمره 2. اعتقد الامور في الحاله دي، ويمكن دي حصلت لما كنا بنلعب، انا كنت موجود وكان نادر السيد كان لسه طالع، وكانت الامور كانت ماشيه، وكنا بنحاول ننقي الماتشات اللي هو ممكن يلعبها والماتشات اللي كنت انا بلعبها، ودي بتبقى كانت دايما بتبقى بالتفاهم. وعلى فكره انا كنت فاهم كده ونادر كان فاهم كده، وكان الكابتن عماد المندوه ربنا يديله الصحه وكان موجود، هو اللي مش عايز اقول هو اللي ابتدع دي، لا هو اللي فكر فيها وهو اللي قدر يوصل ويقنع المدير الفني، لان المديرين الفنيين الاجانب ما بيقتنعوش بدي على فكره يا كابتن سيف، انما هو باسلوبه وباقناعه للمدير الفني اقتنع بيها وابتدينا نعملها من ساعه وجود نادر السيد. في احتياج، وفي وجهه نظر حضرتك الزمالك في احتياج لتدعيم بصفه عامه ولا لا؟ اعتقد هو دايما باستمرار الانديه بتبقى فيه تدعيم، بس اعتقد ان الموسم دوت لا هو شبه كامل متكامل، اعتقد بقى ممكن يفكر بقى مع بدايه نهايات العقود لبعض اللعيبه المحترفه زي فرجاني ساسي، زي ابو نجم، الناس اللي هي اللي عندها عقود قربت تخلص بفضل الله مثلا الموسم او حاجه، اعتقد ممكن يفكر في البدائل اذا ما كانش هيقدر يقنعهم او يقدر يتوصل لاتفاق ان هم يمددوا عقودهم. بشكرك كابتن حسين واتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله لحضرتك والزمالك. العفو يا كابتن سيف، ربنا يخليك، انا سعيد. اتشرف بوجود حضرتك دايما، واحد الحقيقه من الناس اللي بتشرف دايما بوجوده معايا فنيا الحقيقه واخلاقيا كابتن حسين سيف، بشكره شكرا جزيلا. الناقد الرياضي الكبير الاستاذ عمرو الدرديري ورايه في مبادره النجوم الخيريه وملف الاهلي ورحيل فتحي وعدم التجديد لعاشور، يعني عايز وجهه نظره سريعا في كل حاجه. الاستاذ عمرو الدردير مساء الخير يا فندم، وحشني. مساء الخير يا كابتن سيف، وسعيد ان انا معاك النهارده، وعايز اقول حاجه بس قبل ما تدخل في الجد شويه، عايز اقول ان بشكرك وبحييك على الفتره اللي فاتت، انت يعني عملت يعني تالقت بشكل لافت للنظر، ربنا عملت حلقات خليت كل مصر قعدت تتفرج عليها، ودي حاجه كانت كويسه. يعني حلقه عصام الحضري كانت حلقه مميزه بشكل كبير، دكتور حسن مصطفى، حلقه فايلر طبعا، في اكتر من حلقه شريف كرامي. لا الحقيقه انا بحييك، لان الحقيقه اثرت العمل الرياضي في الفتره الاخيره بمجموعه حلقات كانت متميزه جدا. بشكرك يا فندم، ده من ذوق حضرتك وشهاده نعتز بيها فوق دماغي من فوق. دي حقيقة يا كابتن سيف الحقيقة، يعني ربنا يخليك، بشكرك يا فندم. شايف حضرتك ازاي مبادرة النجوم الفترة الأخيرة والملف بتاع فتحي وعاشور؟ مبادرة النجوم، نبدأ بمبادرة النجوم، هي مبادرة جيدة جدا، حاجة ممتازة، يعني مساعدة الآخرين ده شيء مهم جدا في مثل هذه الظروف. يمكن نجوم العالم كلهم بيبقى فيه التكافل الاجتماعي ده موجود عندهم، وشفنا قد ايه في العالم كله النجوم بيساعدوا الأسر بتاعتهم او بيساعدوا مجتمعهم، ده اول مرة نشوفه بشكل جيد في مصر، وده يمكن تبلور في الفترة الأخيرة بشكل يعني أنا شخصيا مبسوط جدا منه. لكن أتمنى كمان أن ما يكتفوش بكده نجوم الكرة المصرية، لأن نجوم الكرة المصرية هم سواء راضينا أو لم نرضى هم قادة الرأي في قادة المجتمع في الفترة الأخيرة، فبالتالي احنا محتاجين منهم كمان أنهم يخفضوا عقودهم في الفترة الجاية، لأن الفترة الجاية فترة مهمة جدا لصناعة الرياضة المصرية وصناعة كرة القدم المصرية بشكل خاص، هتكون فترة عصيبة وفترة صعبة، فلا بد ان كمان النجوم يتفاعلوا مع الأندية بتاعتهم، لان الفترة الجاية هتكون فترة صعبة، فبالتالي احنا طالبين منهم كمان انهم يتفاعلوا مع أنديتهم ويبدأوا يخفضوا العقود بتاعتهم، زي ما شفنا ده في برشلونة خفض عقوده 70%، زي ما شفنا رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بتطالب لاعبتها بتخفيض 30% لكل الأندية الإنجليزية، فبالتالي ده مطلب عام موجود النهارده
في الساحة الرياضية العالمية، فبالتالي احنا مش بعيد عن الساحة الرياضية العالمية، فبالتالي احنا محتاجين ده يطبق في مصر في الفترة الجاية، وانا واثق ان نجوم كرة القدم المصرية هيعملوا ده وهيقدموا على الخطوة دي، لان دي خطوة مهمة لاستكمال الصناعة في الفترة الجاية، اللي كلنا بنتمنى ان الصناعة دي تستمر، ونتمنى بعودة النشاط، لان عودة النشاط شيء مهم جدا بالنسبة لصناعة الرياضة بشكل عام. ملف احمد فتحي وسام عاشور، رأي حضرتك؟ ملف احمد فتحي وحسام عاشور، انا شايف ان احنا الحقيقة يعني احسن ناس في الدنيا بنتكلم عن الاحتراف، وبنصدع الناس بالاحتراف، وطول النهار نتكلم عن الاحتراف، وفي اول موقف يحصل فيه صدام كلنا بننسى الاحتراف ونقعد نتكلم على الانتماء والولاء والكلام اللي هو انتهى في العالم كله. النهاردة اي لاعب ولاؤه وانتماؤه للفالنة اللي بيلعب بيها، ما فيش حاجة اسمها في عالم الاحتراف اللي احنا طبقناه واللي احنا شغالين بيه ما ينفعش اقول اصل احمد فتحي لازم يلعب في الاهلي ولازم يكمل مع الاهلي. لا، احمد فتحي شاف مصلحته وشاف، وده مش عيب على فكرة، ان هو شايف ان هياخد فلوس اكتر او عنده عقد افضل من عقد النادي الاهلي، ده لا يعيب احمد فتحي ولا يعيب النادي الاهلي في نفس الوقت. النادي الاهلي او اي نادي في مصر او اي نادي في العالم عمره ما هتوقف على لاعب، عمرها ما هتحصل. لو نادي هيتوقف على لاعب كان زمان مسيرة الاندية دي انتهت. النادي الاهلي من 1907 لم يتوقف مسيرته، كان في نجوم كتير في مسيرته لعبوا في النادي الاهلي، ومع هذا انتهت مسيرتهم في كرة القدم واستمر النادي الاهلي. فبالتالي رأي حضرتك حسام عاشور يبطل ولا يكمل في حتة تانية؟ احمد فتحي، حسام عاشور لو عنده المقدرة ان يكمل في حتة تانية يكمل في حتة تانية، ما فيش اي مشكلة، ويرجع للنادي الاهلي. وفي ناس كملت، في ناس لعبت في نادي الزمالك النادي المنافس ورجعت النادي الاهلي ومسكت مواقع والنهاردة موجودة في مواقع في النادي الاهلي، فده مش عيب وده مش حاجة يعني حصلت لأول مرة. حسام عاشور لو عنده القدرة، ده قرار حسام عاشور فقط مش صح. قرار اي حد تاني صح. لو حسام عاشور قادر يكمل يكمل، لو حسام عاشور حب ينهي مسيرته في كرة القدم ينهي مسيرته في النادي الأهلي، وفي الناحيتين كل التوفيق لحسام عاشور. بشكرك يا فندم ونورت المحكمة، اتمنى لك كل التوفيق. الناقد الرياضي الكبير الأستاذ عمرو الدردير، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. وبكده نروح بقى للمبادرة أو مبادرة الدولة المصرية، أطلقت مبادرة رائعة لعودة المصريين العالقين في الخارج. كل المصريين وبالطبع كان منهم أو من ضمنهم الرياضيين اللي أشادوا بوجود الدولة المصرية وحرصها على عودتهم إلى بلادهم، وعلشان نطمن عليهم النهاردة شفت بوستر كده رائع، بنت كده زي القمر واقفة ومتصورة في مرسى علم. قلت إيه ده، هو يعني مرسى علم والغردقة فاتحين والناس تمام وبتاع، وبعدين لقيتها كاتبة من داخل الحجر الصحي. شيء الحقيقة رائع من الدولة المصرية، وشيء رائع من مسؤول الدولة المصرية ومؤسساتها. فعلا كل مصري حس ان هو حاجة كبيرة جدا جدا جدا، واكيد فريدة عثمان كانت واحدة منهم، والنهاردة ضحكتها عاملة شغل كبير جدا على السوشيال ميديا. فريدة مساء الخير. اخبارك ايه؟ الحمد لله كويسة. كله حلو؟ تمام. حلوة الصورة النهاردة. شكرا. بس شايف ابتسامة وضحك والدنيا كويسة، واهي هي الصورة دي. شايفك يعني النهارده ضحكه وابتسامه، الحقيقه مصدره مشهد رائع النهارده. احكي لي عن تجربتك بقى لما رجعتي، وتجربتك وانت موجوده دلوقتي في مرسى علم. هو بصراحه التجربه يعني انا مبسوطه بيها جدا، وشايفه ان في تنظيم واهتمام، ويعني من اول ما وصلنا مطار مرسى علم هم يعني بيتاكدوا ان احنا ما عندناش حراره، بياخدوا عين الدم، بيتاكدوا ان التست نيجاتيف، وبعدين بيرشوا بميه كلور في كل حته، اي حاجه نلمسها يرش على طول، وبعدين بيدونا اللي هو الكحول اللي نحطه في ايدينا عشان برضو ما يكونش فيه اي يعني اي حاجه ممكن تخلينا تعرضنا بالمرض يعني. وبعدين بعد ما مشينا من مطار مرسى علم رحنا الهوتيل، ومن اول ما وصلنا هم على طول ودونا الاوض وبيساعدونا اي حاجه محتاجينها، بيدونا 3 وجبات في اليوم، اي حاجه محتاجينها، اي حاجه مطلوبه بيجوها لنا على طول. فبصراحه يعني من اول ما جيت وانا مبسوطه وفخوره
وشايفة ان في مجهود مبذول جامد. وانت جاي من امريكا حسيتي بفخر شديد جدا انك مصرية والبلد بتدور ترجع كل واحد من هناك، شيء الحقيقة احنا شخصيا فرحانين بيه جدا. اه بصراحة يعني من القنصلية على الوزيرة على مصر الطيران على مهندس ياسر ادريس على دكتور اشرف صبحي، كل حد بصراحة كان بيساعد ان احنا نرجع في اسرع وقت. الحقيقه انا واحد من الناس، المبادره كانت لكل المصريين وللرياضيين كمان وكل المصريين اللي هي بره، كل الناس اتحركت في نفس التوقيت، والباسبور المصري الناس بقت بتفتخر بيه بشكل كبير جدا، خصوصا انت كمان راجعه من امريكا والظروف هناك صعبه جدا. اه بالظبط، الظروف هناك صعبه جدا، وطبعا بعد ما الاولمبيات اتاجلت انا كنت رايحه هناك اصلا عشان اتمرن الاولمبيات، فاول ما اتاجلت يعني قلت انا لازم ارجع على طول واقعد مع اهلي واكون في بلدي. أسرتك يعني أهلك بيكلموكي ومطمنين عليكي والدنيا تمام؟ اه الحمد لله بنتكلم كل يوم الحمد لله. محتاجة أي حاجة نعملها لك ولا كله كويس؟ أنا تمام مبسوطة. قولي ما يهمكيش فرصة، شوفي أنت محتاجة إيه نعمله. هو طبعا عشان التمرين واقف يعني فما فيش تمارين خالص، بس طبعا كان نفسي إن أنا أعوم في بسين. بس دلوقتي بتمرن في الاوضه يعني بعمل حاجات رياضيه في الاوضه، بس طبعا اتمنى ان انا ممكن اعرف انزل في بسين في الحالات الصعبه ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقك. وبنتشرف ان انت رجعتي تاني، وان شاء الله باذن الله ربنا يديك الصحه وترجعي تتمرني وتالقي وتكسري الدنيا، ومشرفانا دايما. شكرا ربنا يخليك. بشكرك شكرا يا فريده، بشكرك شكرا جزيلا. مصر الحقيقه اهتمت باولادها، مصر كل واحد بره حس ان هو ليه قيمه كبيره جدا. محمد سامي ايضا سباح كبير جدا ولسه بيخوض التجربه ولسه راجع من بره. محمد مساء الخير. مساء النور، اخبارك ايه عامل ايه؟ اهو كله تمام. طمني عليك، انت فين؟ مرسى علم برضو؟ مرسى علم برضو. الدنيا عندك ايه؟ مال صوتك؟ نفس الطياره مع فريده. طب الحمد لله، مال صوتك؟ لا 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 انا كله كويس. كله تمام، مبسوط، الدنيا كويسة. احكي لي عن تجربتك بقى، يعني ما الدولة بعت الطيارة تجيبكم واهتمام الناس هناك والظروف في أمريكا. مجهود الدولة ده اللي كان أكبر حاجة، يعني إحنا إن يطلعوا قرار للطيارات في وقت إن المطارات كلها مقفولة والبلاد كلها بتقفل الحدود بتاعتها على إنها محدش يخرج محدش يدخل، وإحنا نطلع بقرار إن إحنا ينفع نيجي. فطبعا شكر كبير أوي للدولة. الرئيس بتاعنا ادى تعليمات مفيش واحد يبقى بره، يعني مفيش واحد يبقى بره، وهي دي مصر. هي دي هي، يعني احنا كنا دايما اللي هو نقول احنا مش عارف احنا مستفيدين ايه بالباسبور وما تفهمش كل حاجه، وبعدين سبحان الله يعني احنا لا يعني كل واحد مفتخر ان هو احنا فعلا احنا البلد الوحيده اللي اتحركت بتجيب الناس يعني. الحمد لله. دي طبعا شكر كبير قوي الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس وزارة الشباب والرياضة دكتور اشرف صبحي وياسر ادريس وشام حطب، كل الناس الحقيقة الناس دي كلها كانت بتتابع معانا لحظة بلحظة كل حاجة، يعني الناس دي مشكورة جدا. محمد يعني الناس قلقانة من كلمة الحجر بتتخض منه، قول لنا تجربتك دلوقتي في الحجر عاملة ازاي؟ والله بص، لو بنتكلم عن الحجر في مرسى علم في الموضوع، يعني انت قاعد في اوضه لوحدك مفيش اي مشكله في اي حاجه، الاكل بيجي لك لغايه عندك، هي الحاجه الوحيده اللي ناقصه لك انك تعرف تنزل البحر تقريبا. بس غير كده انت عندك اهتمام من كل الناس، كل شويه حد بيعدي عليك بيجي لك مرتين يسولك درجه حرارتك، ولو محتاج اي لو في اي حاجه محتاجها او حاجه بتكلمه في التليفون بيجوا لك على طول. ف يعني مش حاسس ان في اي حاجه محتاجها غير ان انت لو ينفع بس تنزل البحر وتقضيها بقى كاجازه يعني. ان شاء الله محمد نطمن عليك وتنزل البحر وترجع تبلبط تاني وتتمرن وتكسر الدنيا. احنا مبسوطين انك رجعت ومبسوطين نطمنا عليك وعليكم كلكم، وان شاء الله باذن الله ربنا يديلكم الصحه وتعدي الازمه ان شاء الله على خير. ربنا يخلي حضرتك يا رب تزول الازمه يا رب ان شاء الله. بشكرك يا حبيبي، شكرا جزيلا محمد سامي. والحقيقه قال لي اسعد جمله سمعتها في حياتي، قال لي كنا دايما بنقول الشباب دي كلها بتتمرن بره وبتسافر بره، يعني عارفين كل حاجه وسامعين الباسبور المصري بنعمل بيه. بيقول لي اول مره ان انا احس ان انا
الباسبور والبلد الوحيده اللي اتحركت نجيب الناسها من بره. الباسبور المصري الناس دلوقتي بتحطه على السوشيال ميديا وتصوره وتفتخر بيه، انا طول عمري الحقيقه بفتخر بيه، بس انا سعيد جدا طاير من الفرحه والله ان مصر في حته تانية بغض النظر عن اي ظروف بنعيشها. ان شاء الله باذن الله هتعدي، كله يقعد في بيته والظروف هتعدي، واللي جاي ان شاء الله باذن الله هيبقى افضل بالامل. يعني ما عنديش لا معلومات ولا عندي حاجه، بيقول لك يعني تفائلوا بالخير تجدوه، انا ماشي كده وان شاء الله باذن الله اللي جاي افضل واحسن، وانا شايف البلد ان شاء الله باذن الله بعد الازمه دي في حته تانية. دلوقتي نشوف في فقره السوشيال ميديا اسال او انت تضيف مع سيف ورايهم في مبادره الخير وبالنسبه للرياضيين، ثم نطلع فاصل، وبعد الفاصل نبتدي بقى المشوار حازم امام محمد زيدان، ونعرف بعد الفاصل ايه النهارده المفاجات اللي عندنا. زي ما قلت لكم استنونا النهارده في مبادرات خاصه جدا، اول ظهور النهارده المهندس نجيب ساويرس على قناه رياضيه، اول ظهور النهارده لانسي نجيب ساويرس، ومعانا النهارده هيكون الحاج ضيوف سلجادو كابتن حسن شحاته المعلم، ومعانا كمان واحد من نجوم النادي الاهلي السابقين ايفونا في حلقه خاصه جدا جدا جدا. استنونا بعد الفاصل. المبادره دي كويسه وحاجه كويسه، بس الناس في الشارع نفسها تشوف كنتوا بتعملوا الحاجه دي بنفسكم. نفسنا نشوف لعيبه الكوره اللي هم قدوه لينا والناس كلها بتحبهم ينزلوا يساعدوا الناس في الشارع احنا نشوفهم. الازمه كبيره جدا، ولازم كلنا نقف جنب بعض، ولازم كلنا نساند بعض، لازم لعيبة الكورة هم أول ناس في البلد دي يقفوا في الأزمة دي ويساندوا الأزمة دي. لسه في ناس في إيديها إنها تتبرع أكتر، زي ما إحنا شايفين الحالات بتزيد والدنيا بتتصعب. أنا عارف إن اللعيبة كلها ليها التزامات وبيوت وهكذا والدنيا واقفة، ولكن إحنا بنتمنى من اللعيبة إن هي تشد حيلها شوية في التبرع. أنا شايف إن لسه عندهم كتير، ده ما ينكرش ان في لعيبه قدمت اللي عليها وعملت الخير، وباذن الله ربنا يجعله في ميزان حسناتهم ويرفع عنا البلاء ده في اقرب وقت. البدايه كانت كويسه جدا في الاول، تمام، وما شاء الله اللعيبه كلها طلعت وقبلوا التحدي، تمام، بس احنا اتفاجئنا ان كل ده هدي ولسه قدامنا مشوار طويل. لسه مستنيين من اللعيبه اكتر. اتمنى دعم اللعيبه يستمر. كله خير للبلد، ويا ريت نفضل كده، ويا ريت نفضل كده على طول. احنا دوله مليانه خير، ودور اللعيبه لسه ما خلصش، بتمنى ان هو يكمل. في ناس كتير قوي عملت الخير بس مش معروف، بتمنى ان هم يكملوا في البلد. اللعيبه اللي ما اتبرعتش تتبرع، لان البلد بتمر بازمه اقتصاديه، والمفروض ان كنا نقف جنبها. مستنيين خير تاني من لعيبه الكوره، وربنا يقدرهم على الخير. انا بناشد وبطلب لعيبه الكوره انهم يساهموا في ازمه فيروس كورونا، وان هم لسه قدامهم كتير يقدموا للبلد. هي لفته حلوه طبعا من لعيبتنا باتجاه البلد، واتمنى برضو اللي يقدر يقف اكتر من كده، بحيث ان فعلا في ناس مش شغال حاليا وقاعده بسبب ظروف البلد اللي احنا فيها، وربنا يعدينا منها على خير. اهلا بكم من جديد. النهارده زي ما قلت لكم حلقه خاصه جدا عن التسويق الرياضي او الاستثمار الرياضي. النهارده هنتكلم بره الصندوق، هنتكلم في قصه مختلفه تماما. صعب جدا ان في الظروف اللي احنا فيها دي نتكلم على الاستثمار الرياضي، ونتكلم عن ان احنا عايزين نعمل حاجه، ونلاقي حد يعمل حاجه ويدفع فلوس ان يستثمر. ده شيء جديد، فعشان هو جديد معايا اتنين من نجوم مصر، وهم بقى هيتكلموا كتير النهارده. كابتن حازم امام شرفني منورني. مساء الخير يا سيف، وحشني. عامل ايه؟ عامل ايه؟ كله حلو؟ بحييك وبحيي البرنامج، وبحيي فعلا وقت من ساعه الازمه، وانت ما شاء الله متعنا في التلفزيون، وخلينا قاعدين في البيت نتفرج على كل حد نفسه في حاجه وعامل عليا اهو. والنهارده حلقه ايفونا حلقه جامده اكيد ان شاء الله باذن الله. النهارده كمان معانا محمد زيدان، واحد من نجوم مصر، ومن الناس الحقيقه العاقله جدا جدا، واللي عندها كم من الرزانه بشكل كبير جدا. زيدان مشرفني. مش ربنا يخليك يا سيف، متشكر جدا. ايه استعداداتك للحاله اللي احنا فيها؟ زي ما انت شايف. لا بص، انت متعقم وكله تمام. انا تمام جدا. لا لا لازم ترص. تمام. انا حكت برضه ما تقلقش. شويه برضه ان كيس. بص احنا ما بين يعني ده انا معايا في كل حته ما بسيبوش خالص، عشان تبقوا عارفين ان انا المعاناه اللي بعاني منها دي الحاجات اللي انا يعني هتفهم مع دم قلعينه الماسك والله بالتيله وبالعافيه. بس هنعمل ايه عشان من لكم اقعدوا في البيت؟ دي الناس اللي ما بتخرج من البيت بيبقى ده حوار. وبعدين السبيس بيني وبين زيدان. تتوقع النهارده ان ممكن النهارده نتكلم مع حد في اي استثمار رياضي في الظروف اللي احنا فيها؟ مش اي حد اكيد اللي يتكلم في المواضيع دي، يعني اكيد حد هيبقى فاهم، حد عايز يعمل حاجه مختلفه، حد ما يعني عايز يعمل حاجه جديده في الموضوع ده في مصر. يمكن دايما الاستثمار الرياضي في مصر بنشوفه بره بشكل كبير جدا. في مصر ابتدت في ناس بتعمل خطوات،
لكن اتمنى ان شاء الله تبقى خطوه كبيره اللي جايه باذن الله. حضرتك معانا النهارده نفرجك على حاجه جديده ومشاريع جديده واستثمار جديد في عز الظروف اللي احنا بنعيشها، ولكن دايما زي ما بيقولوا كده في مصر في كل واحد في مكانه بيفكر بره الصندوق. اول النهارده ظهور بنتشرف بيه المهندس نجيب ساويرس على اون تايم سبورتس، بنتشرف بوجوده النهارده، وايضا انسي نجيب ساويرس عبر سكايب وكله قاعد في بيته، وواضح برضه ان هم قاعدين في بيتهم. باشمهندس نجيب مساء الخير. النور اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله على قد الظروف دي الحمد لله. الحمد لله. انسي مساء الخير. ازيك؟ ايه اخبارك؟ ايه عامل ايه؟ كله كويس؟ الحمد لله. ازاي عامل حاله اقناع للمهندس نجيب ان هو يقعد في البيت؟ انا شايف ان دي اصعب حاجه في المبادره. متعبنا في الموضوع ده جامد، بس يعني بنلاقي هوايات جديده وحاجات جديده ممكن نعملها مع بعض. ايوه يعني اعترته في حاجات جديده، لان احنا طول عمرنا مع المهندس نجيب نشوف في التلفزيون يتكلم في السياسه، بالليل طبعا بالنسبه لنا برضو نشوفه يتعامل عادي كواحد طبيعي، ان هو يقعد في البيت دي اعتقد قصه مش سهله يعني. مش سهله خالص، بس لها حل يعني. طب الحمد لله. باشمهندس نجيب، يعني هبتدي مع حضرتك بالمبادره، ومبادره زد ان احنا نوري الناس او نوري الشعب المصري الحاجات الايجابيه الفتره اللي جايه، شايفها حضرتك ازاي؟ أول حاجة في الظروف دي كان لازم نفكر في حاجة زي يعني نستثمر وقتنا ده اللي احنا فيه في الحبسة اللي احنا فيها دي استثمار جيد، يعني فجت مبادرة زد على اساس انت عارف ان احنا الشعار بتاعنا هو نشر البهجة واخد بالك والفرح، ففكرنا ان نعمل مبادرة نبقى بنعمل فيها جزء يعني توعية، يعني في توعية وجزء ترفيهي يعني. فالمبادرة بيسكي هنعمل جلسات رياضية، هنعمل خطط للتوعية، وبعدين هنقترح شوية حاجات اكتيفيتيز ترفيهية للأسرة كلها مع بعض. وطبعا بما ان احنا بنتكلم على الاستثمار الرياضي وبنتكلم على يعني بيزنس في الرياضة وكده، فهيبقى في حلقات عن المال وعالم الأعمال ده، وكان هيثم واحمد دياب كانوا يتكلموا الحلقه اللي فاتت يمكن معاكم عن الموضوع ده. فنرجو ان الناس يعني تبقى احنا عايزين نعمل نوع من الحاله الايجابيه ومن الفرح ومن التفاعل بين الناس وبعض وتوعيه وترفيه في نفس الوقت لحد ما ربنا يقدرنا ونطلع من الوقت اللي احنا فيه ده. يعني انا برضو من وجهه نظري احنا كلنا الحقيقه يعني عندنا حاله فخر شديده جدا بالمبادره، ولكن مستغربين يعني في عز الازمه دي. حتى انسي ما اقترح المبادره كان كل الناس في عز اللي احنا فيه هتقترح مبادره وهتقترح حاجات تتعمل، طب هتتعمل فين؟ ولكن انسي تمسك بيها يعني. لا هو احنا كل الحقيقه يعني زاد الاستثمار الرياضي ومع طبعا مع اون تايم سبورتس اتفقنا على ان احنا هنشكل مع بعض عدد من الحلقات اللي هنستضيف فيها الاعلاميين اللي زي حضرتك، وطبعا برضه هنستضيف بقى الرياضيين الكبار شريف كرامي وعماد متعب وعصام الحضري، وانا بموت في عصام الحضري ده من زمان يعني. وطبعا المدرب فايلر ربنا يهديه هيبقى معانا برضه. فانت عارف ان الشعب المصري كله بيحب الرياضه وبيعشق كره القدم، فكانت الفكره جايه من كده اهو. وبعدين للعلم احنا طبعا مساله الاستثمار الرياضي يمكن لسه جديده في مصر، واحنا عندنا امل ان المبادره دي برضو يعني انسي جاي من امريكا وتعلم في امريكا، فهو شاف هناك ازاي ان الاستثمارات في مجال الرياضه ده واسع ودرجه كبيره جدا، فان شاء الله الافكار دي كلها تتحرك الدنيا هنا. طيب اروح شويه بقى لانسي والجزء الرياضي. وانسي دايما الناس بتقول من الكواليس ان انسي ده الفرده اللي هتعدي المهندس نجيب، فمحضر ايه في دماغك؟ لا يعني احنا عندنا شويه افكار كده طلعنا بيها في الوقت اللي فات طبعا قبل المشكله والازمه اللي احنا فيها النهارده، بس احنا مكملين يعني، وان شاء الله بعد ما الازمه دي تنتهي ابتدينا بمشروع زاد في 6 اكتوبر، وفكرنا ان احنا ازاي نضيف فيه حاجات مش موجوده في مناطق ثانيه وفي شغل ثاني. فابتدينا بان احنا نفكر ازاي نبني مجمع اول من نوعه في مصر للانشطه الرياضيه والبرامج العالميه، لاساس يعني ان احنا نستثمر في المواهب الرياضيه دي بالنسبه لنا طريقه ان احنا نخدم بيها المجتمع، وحسينا انه في نقص في الموضوع ده يعني. ابتدينا ب 6 اكتوبر واملنا ان احنا نقدر نفتح الرياضه دي لشريحه اكبر من الشباب،
ونقدر نركز على الشباب الصغير والاجيال الجديده. فاحنا تركيزنا الاساسي هيبقى من جيل من سن 7 سنوات لحد 14 سنه، نديهم كل الامكانيات والاحتياجات ان هم يعلوا من مستواهم الرياضي. فهنبتدي ببرامج تدريبيه وفي ملاعب واسعه ورياضيه مجهزه، وبعدين طبعا في تعاونات كبيره مع اكاديميات عالميه. دي ده الجزء اللي انا عايز اساعد فيه اكتر، ان احنا نجيب منظومات عالميه ان احنا نجيبها مصر ونعمل بطولات عالميه في ملاعب ذات. انت انسي من وجهه نظرك برضو، يعني انا سامع ان انت داخل شويه في الحته بتاعت عايز تعمل فريق الاحلام، عملت مبادره مع اتحاد الكوره مع شركه برزنتيشن عن فريق احلام بعد 7-8 سنين، وده احنا مش متعودين عليه. احنا متعودين دايما ان احنا نتكلم في الفيرست تيم، مين هيشتري نادي مثلا، مين هيجيب صفقه، لكن ان انت تعمل مشروع ما يدخلش فلوس او ما يطلعش عيبه لمده 5-6-7 سنين، ده ما كانش موجود. دي حقيقة. بص احنا يعني من اهم الحاجات اللي فكرنا فيها ازاي يعني ناخد وقتنا ونفكر 10 سنين لقدام 15 سنة قدام ونبني بنية اساسية للفرق الشباب. فطبعا اهم حاجة بالنسبة لنا ان احنا الشباب، واهم حاجة بالنسبة لي انا برضو ان هي مسألة مش بس رياضة، مسألة رياضة وفكر ذهني وازاي ان انت تهيئ واحد انه يروح يتعامل مع في بلاد ثانية وبره، وازاي ان انت تقدر تربط الكلام ده بالشباب اللي في مصر. فهي من ضمن المبادرات يعني ان احنا رحنا بفكره، طلعنا بفكره لاتحاد الكوره ومع برزنتيشن ان احنا نعمل فريق نسميه فريق حلم 2030 ويبقى تركيزه على مواليد 2007. وعرضنا الفكره دي على الاتحاد واحنا بندرسها دلوقتي معاهم ومع شركه برزنتيشن، وان شاء الله نطلع باجيال تشرف مصر مش بس جوه مصر بس في العالم كله. يعني الحقيقه انا اتكلمت مع اتحاد الكوره في الفكره وهم يعني بيطوروا الفكره بشكل كبير وبيحولوها كمان لمواليد 2007 2009 2011 وان كل سنتين يطلع منتخب جديد بالكوادر بالشكل ده. هل ده هيكون موجود في 6 اكتوبر بس ولا برضو في يعني اماكن جديده او افرع جديده هتكون موجوده في مصر الفتره اللي جايه؟ طبعا احنا لما اعلنا ان احنا هنروح برضو نعمل شويه مشاريع في شرق القاهره، فكرنا ازاي نقدر نبني على اللي احنا بنيناه في زد وفي 6 اكتوبر. فخصصنا ارض مساحتها 50 فدان ان احنا نبني نادي رياضي كامل اسمه زد اف سي، ويبقى اول استاد برضو تمتلكه شركه خاصه في الاستثمار الرياضي في مصر، ويبقى فيه الماتشات بتاعته كمان شغاله على الاستاد ده. ودي حاجه عايزين نعلنها برضو النهارده ان احنا عايزين نقيم اول جامعه رياضيه متخصصه في الرياضه في الشرق الاوسط، وان شاء الله في 3 سنين دي هتبقى جاهزه وهتقدم دورات على الاداره الرياضيه والتصوير الرياضي والتدريب وغيره. واحنا املنا مش بس نطلع باجيال في الرياضه وانه لعيبه كوره او لعيبه رياضات اخرى، بس برضه ان يبقى عندنا كوادر اداريه تقدر برضه تليق باللي احنا عايزين نعمله. وكمان حاجه مهمه كنت عايز اقولها، انه بما ان زيزو معاك في الاستوديو، احنا شكلنا مجلس اداره من نجوم الكوره المصريه اللي عايزين يساعدونا في الموضوع ده. وطبعا حاولنا ان احنا نجيب برضو شويه رجال اعمال في الموضوع، فطبعا مهندس نجيب معانا وانا واستاذ حسن عبده اللي هو رئيس تنفيذي لشركه جيميناي، وهيثم عبد العظيم رئيس تنفيذي لشركه كوره للتطوير العقاري، واحمد دياب، وطبعا حضرتك سيف زاهر، كابتن سيف، كابتن حازم امام، كابتن احمد حسن، كابتن احمد حسام ميدو، وكابتن عماد متعب، وزيزو. طبعا احنا بنعمل معاه حاجات كثيره ومن ضمنها شراكه مع نادي دورتموند لزاد اف سي، ودي بنحاول نتعلم الشراكات اللي موجودة وازاي نطور من الشراكات مع واحد من اكبر 20 نادي في العالم. وهيبقى فرصة ان احنا نخلي الشباب اللي عندنا والفرق اللي عندنا ده، احنا عندنا 4 فرق في الدوري في الشباب، ان شاء الله من الموسم الجاي لو عرفنا ان الدنيا تعدي ان يبقى عندنا 7 فرق، وفرصة انه يبقى كل سنة عندنا 4 لعيبة من الناشئين ان هم يحضروا تجارب هناك في النادي وفي المانيا ويلعبوا، ويقدروا يجي لهم فرصة ان هم يلعبوا دولي، وكمان يبقى في تبادل ما بين الفرقتين وما بين اللي بنعمله هنا في مصر، ويجوا يقدر الشباب تتدرب كمان تحت اشراف مدربين من نادي دورتموند. برضه قبل ما اروح للمهندس نجيب في السؤال الجاي، برضه انا عارف ان انت لعبت في نادي الصيد يعني من تحت واحنا صغيرين، وده بيتنا القديم طبعا انا وحازم امام، زيزو كان في منطقه تانية مختلفين احنا بقالنا شويه، مين احرف حازم ولا زدان من وجهه نظرك؟ لما انت ليه الاحراج ده؟ الاثنين نجوم ونجوم مصر، وانا يعني الشرف ليا ان احنا هنشتغل مع بعض على المبادرات دي كلها والمشاريع اللي احنا داخلين فيها في مجال. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي طبعا. اهلاوي طبعا.
الجهاز. انت لو زملكاوي كنت رحت لحازم امام في ثانيه على طول، كنت عملتها في البعيد على طول. باشمهندس هيبات بره لو عمل كده. لا لو راح لحازم امام يا فندم. لا لو بقى زملكاوي. لو بقى زملكاوي. بس حازم امام ما بيختلفوش عليه الاهلاويه والزملكاويه. لا صحيح طبعا معاك حق. يعني انا بصراحه بعد ما شفنا محمد صلاح واللي عمله بره، انا بالنسبه لي انا تيم محمد صلاح، ونفسي ان احنا نطلع قلب محمد صلاح بره. ده بجد يعني املي في العشر سنين اللي جايه. يا رب ان شاء الله املك واملنا كلنا مع بعض. باشمهندس نجيب هروح شويه لحته مصر دلوقتي بتعاني منها، كل الانديه دلوقتي عندها ازمه، هنعمل ايه الفتره اللي جايه؟ سواء الاهلي، الزمالك، الصيد، هليوبلس، الشمس، اي اسم نادي يمشي العمال، يخلي العمال يفتحوا التبرعات، يعملوا ايه من وجهه نظر حضرتك؟ والله السؤال ده اصلا انا يعني لما بتكلم فيه بتعرض لهجوم شديد جدا. انا ما قلتش اولا ان الناس تنزل وتعيا وتمرض وتنزل تشتغل وجالها المرض كده. انا قلت ان احنا لازم احنا ناس اذكياء نفكر بصوت عالي ازاي نقدر ننزل ناس الشغل من غير ما ياخدوا المرض. فالابحاث كلها قالت انك انت لازم تسيب مسافه حوالي 2 متر بين كل واحد والتاني، ان انت لازم ما حدش يصافح حد او يبوس حد او يعانق حد، ان الأسطح المأساة دي كلها لازم تتعقم وتمشي. فالمسألة يعني سهلة إن احنا نقدر نرجع نشتغل من غير ما نعرض البشر اللي معانا اللي بيشتغلوا معانا للمرض. يعني احنا كلنا التي أنا كل العمال والناس اللي عندنا ذاتي ما عدا اللي بيشتغلوا في الإنشاءات كلهم قاعدين بيشتغلوا من البيت يعني، بس ده وجع صعب إن يتعبوا. يا جماعة بتوع السياحة كلهم شاوا قالوا بيعملوا بيستغنوا عن نص العماله وبيخفضوا مرتبات وكده، فده وضع يعني ما بقاش مستمر مده طويله فيه. وبالفعل النوادي برضو انا مش الصراحه مش فاهم هم قفلوا النوادي، يعني النوادي برضو اماكن مفتوحه وكان ممكن تتوضب المسافات تبقى بعيده بين الناس ويلبسوا حتى كمامات لو كانوا عايزين، الصف يلبس جوانتيات، الترابيزات تتعقم، يعني لايف بس جو اون يعني واخد بالك ازاي. انما يعني في دول زي السويد ودول ثانيه رأت انها تكمل المشوار وكده، طبعا بما اننا نقيم ببلادنا عشان احنا امكانياتنا الصحيه اقل. بس الحقيقه حتى احنا في الازمه دي لحد دلوقتي يعني عاملين دور كويس جدا، والحقيقه الحكومه وزير الصحه، وانا بصراحه اول مره انبهر من اداء حكومي يعني في ازمه زي كده يعني. ف الانديه يعني لازم نحتفها، لو هو موضوع شهر او اثنين اوكي، انما لو هيطول لازم يبتدوا. ممكن بقى احنا كاعضاء كلنا نلم تبرعات النوادي اللي احنا اعضاء فيها على اقل حاجه يعني. يعني انا عن نفسي ببني السنتر كورت في نادي الجزيره وبرجعه الامداد القديمه وهرجع بطوله التنس وكده. بس انا عارف ان حضرتك رحت في الصيد برضه. هو نادي الصيد برضه عملت لهم حديقه الاطفال وكده. انا بحس ان الحاجات دي يعني مهمه للبلد، مهم ان يبقى في اسهام من القطاع الخاص فيها. والمؤسسه عندنا برضو الحمد لله مؤسسه تويرس عملت مبادره كويسه جدا، خصصوا حوالي 100 مليون جنيه لمواجهه الازمه دي. فاتفقوا مع ثلاث مؤسسات مشهود لها يعني بالعمل الخيري، اللي هي مؤسسه بنك الطعام، ومقسموا 40 مليون جنيه الاول لعالة 60 الف اسره، فما بين بنك الطعام ومؤسسه صناع الحياه و يعني جزء راح لوزاره التضامن الاجتماعي برضه لان هم عندهم نظام، والباقي 60 مليون الباقيين برضه اشتغل مع وزاره، هيشتغل مع وزاره الصحه والهلال الاحمر وكده، بحيث وهندي الجيش برضه مستشفى مجاني حوالي 30 مليون جنيه عشان يبقى مستعد للحياه دي. فمبلغ 100 مليون جنيه الهدف منه اساسا هو مواجهه الحاله اللي احنا فيها دي، سواء عنت الاسر، سواء دعم وزاره الصحه في الوجود اللي بتعملها في الفتره دي وكده. فلازم كلنا يعني يبقى عندنا احساس في البلد لما يحصل مشكله. وبصراحه حتى في المشكله دي انا حاسس ان كل الناس تكتف مع بعض، لعل لكل دوله كان فيها جزء خير يعني. ان احنا الاسر هتلمت دي زي ما انت شايفني قاعده مزنوق مع الاخ ده والاسر كلها رجعت مع بعض، بنفتكر ربنا اكثر، بنتضامن مع بعض اكثر. وطبعا انا الحقيقه يا فندم النهارده جالي اتصال من السيد وزير الشباب والرياضه قبل مداخله حضرتك، ويعني كان بيكلمني برضو على موضوع الجامعه، وقال لي ان وزاره الشباب والرياضه ان انا يعني ابلغ حضرتك الرساله ان مستعده ان هي تخش وتساعد وتساهم في موضوع الجامعه الرياضيه، وده موضوع مهم جدا للدوله المصريه. طب الحمد لله احنا بصراحه يعني بنتعاون كويس قوي مع الحكومه الحاليه دي دلوقتي في كل حاجه وكده، وزي ما بقول لك ان شاء الله
يعني انا اوعدك ان احنا مش هنشتكي ابدا من الشغل بعد كده يعني، بس نرجع الشغل احنا. يا رب ان شاء الله. عايز اسالك سؤال تاني، كنت حضرتك متوقع نجاح منظومه زد الرياضيه بالشكل ده في الوقت القصير ده واستقبال بطولات ناشئين على مستوى العالم وبطولات محليه يعني دوشه كبيره عملتها زد في فتره قصيره جدا؟ شوف الحقيقه انا ما حدش اخد يعني مجهود حد، هو اللي ياخد الكريدت عن الموضوع ده هو هيثم طبعا، انسي من زمان بيغاوي الكوره وكده، فهم اشتغلوا كتير مع بعض، بس الحقيقه الفكره كانت فكره هيثم وهو اللي اشرف على طبقها وطبقها بسرعه غير عاديه يعني انا ما شفتش انجاز بالسرعه دي كتير قوي، واتحمس وكميه الناس اللي ساهمت معانا والله العظيم من غير اي مصالح ماديه من غير حاجه اتحمسوا للفكره، لان انت بتربي جيل يعني ما حدش فكر قبل كده انه يبتدي من اول السبع سنين، لو احنا عايزين نجمع انسي نخله اكتر من محمد يبقى لازم نبتدي من بدري مع الولاد من بدري وبحيث ان يطلع عندنا فريق بعد كده على مستوى كبير يعني. هل طموحات حضرتك يبقى في فريق في الدوري الممتاز لزد؟ طبعا، بس يعني مش العمليه دي مكلفه جدا، وانا شايف اخويا الحقيقه بنادي سكونه مخروب بيته فيعني ايه عايزه ساعتها بقى لازم يكون الدوله تغير القوانين تسمح باقامه الشركات المساهمه، يعني كل النوادي بره شركات مساهمه في البورصه موجوده وكله بيخلي المشجعين بيبقوا اول ناس بيساهموا في الشركات دي لانها بتعوز تمويل كتير جدا، وبيبقى طبعا المساله شراء لعيب وبيع لعيب ثاني وكده، فيها بزنس كبير قوي وفيها نو هاو كبير قوي يعني، فانا قبل ما افكر اعمل نادي لازم اعمل نادي مش هيخسرنا يعني. طيب انسي برضو نفس السؤال، المهندس نجيب قال حته مهمه جدا وحاجتين مع بعض، ان نادي مش هيخسر في نفس التوقيت انت رايح في منطقه او في حته ما حدش دخلها قبل كده ومحتاجه صرف سنين جدا علشان تطلع، ازاي هتحط الاثنين مع بعض؟ يعني انا لسه صغير فانا صبور، وبالنسبه لي ان احنا لما نبني البنيه الاساسيه وبعدين نقدر نطلع شباب يلعبوا في الفريق الاساسي وبعدين يبقى في منظومه ان انت يا اما الشباب دول بعد كده يحترفوا يا اما يبقى في فريق اول مبني على الشباب اللي احنا هيبقوا عندنا في زد، دي ساعتها هتدينا هتشجعنا اكتر ان احنا نخش في مجال الفرق الاولويه ونحاول ان احنا ننافس في الدوري المصري. طبعا دي طموحاتي برضو ان احنا في الاخر نبني فريق بطريقه مختلفه ويقدر ينافس ويقدر يبقى فريق مربح في الاخر وعلى الاقل ما بيخسرش، بس احنا صبورين يعني مش مستعجلين في المكان ده، احنا اهم حاجه في الاول دلوقتي ان احنا نبني الفرق الصغيره، ومن ضمن الحاجات اللي عملناها مثلا برضو ان احنا تعاقدنا مع النجم ميشيل سلجادو هيبقى هو مدير البطوله بتاعت الشباب اللي هي مواليد 2007، وان شاء الله دي هتبقى اكبر بطوله للمراحل السنيه دي في مصر، وعاملين قبل طبعا موضوع مشكله الكورونا دي عملنا بطولتين بالشراكه برضو مع نادي السيد كان فيها 41 فريق، عملنا بطولات تنس وكنا هننظم مثلا اكبر بطوله بادل تنس في العالم في مصر، وان شاء الله لسه هنعرف نعملها بعد ما الفتره دي تعدي، فلا يعني احنا عندنا طموحات وعايزين نبني البنيه الاساسيه الاول، دي اهم حاجه بالنسبه لنا، وبعدين متاكدين انه هنعرف نبقى في الدوري الممتاز فريق وفريق بشكل مختلف. مش خايف دلوقتي وانت بتكلمني في التوقيت ده وانت بتعلن عن المشروعات دي وانت بتستعين بمجموعه النجوم الكبيره دي في البورد وانت بتبص لقدام بشكل كبير في ظروف يعني مش واضحه لنا، مش قلقان؟ اكيد في قلق، يعني دي اول زي ما تقول كرايسيس الواحد يعيشها في 2008، ممكن لو رجعنا 12 سنه هتلاقي انه من احسن واقوى الشركات اتخلقت في 2008، يعني اوبر والحاجات اللي بنسمع عنها النهارده واير بي ام بي وشويه شركات معروفه كبيره دلوقتي كلها اتخلقت في الوقت ده، فطبعا قلقان وطبعا نفسي ان الوضع ده يعدي ونلاقي حل بسرعه، بس في نفس الوقت يعني لو نبص لقدام 5 سنين 10 سنين اكيد هيبقى في فرص، واكيد الوقت اللي احنا فيه ده بيخلق فرص مختلفه، يعني الوقت ده مثلا هتلاقي ناس اقل بكتير عايزه تستثمر، اكيد مش هتيجي كمان تستثمر في المجال زي ده مجال جديد عليهم، فدي فرصه ان احنا يعني نتسرع في الحته دي وناخد نقطع شوط كبير في وقت يعني وقت دلوقتي زي ما تقول وقت بدل ضايع يعني. خلصنا كل اسئلتنا الرسميه قبل ما اشكرك، لو اختلفت انت والمهندس نجيب مين بيمشي كلامه؟
اسكت سؤال كويس هو للاسف هو اللي مسيطر يا باشمهندس. انا لازم اقعد ساعات يعني تبقى الموضوع بيبقى صعب. بس انا عندي معلومه معينه ان حضرتك يعني ايدك فرطه اكتر شويه. انا كنايب صح؟ ايوه لا ده طلع لجده هو طلع لجده جده اصل ايده ناشفه جدا يعني واخد بالك؟ انما انا صح ايدي فرطه يعني ما احبش حتى اعمل صفقه مع اي حد غير ما اكون مطمن ان هو كسبان ومبسوط يعني. لا ما انا جالي معلومات من الكواليس ان يعني الناس لو راحت تعمل ديل ولا حاجه ولقيت انسي حضرتك مش قاعد تاخر رجليها شويه لان عارفه ان هو تقريبا هياخد المحفظه اللي في جيبه. لا مش للدرجه دي هو بس يعني شاطر شويه زياده يعني. يلا ربنا ان شاء الله باذن الله يوفقه. وسؤال اخير لحضرتك في ماتش الاهلي والزمالك يعني في حد زملكاوي في البيت ولا كله بيتبع نفس الخطوات؟ لا ما فيش حد ولو موجود. حازم امام بيقول لي سميح زملكاوي اهو. صح مش معانا اتفرجت عليه عشان كده ما اتفرجتش عليه وهو ما بيشجعش نادي الجونه برضه عشان صاحبه راجل زملكاوي. ما بيشجعش الجونه عشان صاحبه زملكاوي. الحقيقه انا يعني بنوجه كل الشكر لحضرتك ان في عز الظروف دي حضرتك وانسي ان في عز الظروف دي كنا محتاجين ان احنا لمبه تنور كده تفاؤل ولمبه تنور استثمار لبكره يعني بوجه لحضرتك كل الشكر وان شاء الله باذن الله تكون يعني المبادرات اللي جايه كويسه ويكون فريق الحلم بشكل كبير والتعاون لصالح الكره المصريه بشكل جيد في ظروف صعبه جدا. فالحقيقه احنا سعادتنا كلها ان الحاجات دي والاعلان على المشاريع دي كلها جت في التوقيت ده بالذات. ربنا يخليك متشكرين قوي يعني. عايزين نقول لك بس مصر بلد جباره يعني ما حدش يقدر عليها ولا كارثه ولا كورونا ولا اي حاجه. في الاخر احنا دايما بنطلع قوي قوي يعني الازمات. يا رب ان شاء الله باذن الله. ما تقلقش يا انسي كل حاجه هتبقى كويس ان شاء الله وكله هيمشي كويس. أنا سعيد بلقائي معاكم كتير يا جماعة. شكرا. احنا بنتشرف بيك. بشكرك أنسي نجيب ساويرس المهندس نجيب ساويرس بشكرك شكرا جزيلا. والحقيقة شيء مهم مش بس كلام باشمهندس نجيب وكلام أنسي لا التوقيت كمان التوقيت مهم جدا إن احنا في عز الظروف دي بنعلن عن المشاريع دي وبنعلن عن الصفقات دي. واضح إن أنت الفترة الجاية موجود معاهم مفيش اتحاد كورة. مفيش اتحاد طبعا. مبسوط بالمداخلة الواحد بيحب أحب أستاذ نجيب يعني ما شفتوش كتير بس شخصية بص رجل أعمال بس تحسه داون تو إيرث يعني دايما متعامل مع الناس بشكل لذيذ جدا عايش مع الناس بشكل كويس. أنسي طبعا عايز عنده أمال كبيرة جدا. ممكن أقطعك شوية لأن معنا برضو حد حبيبك تاني فناخده برضو سريعا تعليقا على الكلام ده. الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء الخير يا فندم. مساء الخير. ازاي حضرتك وبشكر حضرتك لتواجد حضرتك معانا وتحيات كابتن حازم امام كابتن محمد زيدان. اهلا ازيك يا دكتور ازاي صحتك ازيك يا دكتور محمد اخبار حضرتك يا فندم كله تمام؟ لا والله اهلا وسهلا مبسوط ان انا معاكم مبسوط بيكم يعني. كابتن حازم كان معايا من فتره صغيره وبشكره على دايما كده تعاونه معانا في حاجات كتير وكابتن زيزو برضو يعني في حاجات في الحياه مجتمعيه كتير وحضرتك بقى يعني اكيد يعني ربنا يخليك فندم. احنا دايما بنتشرف بوجود حضرتك معانا وبنتشرف طبعا يعني بمبادرات حضرتك الحقيقه في اي لحظه. وكان مهم جدا اجيب حضرتك النهارده اسمع رايك في عز الظروف اللي احنا بنعيشها في مبادره جديده في مشاريع رياضيه جديده في فريق الامل في شركات استثماريه بتخش في مجال الرياضه في شركه بتعمل جامعه رياضيه وبتمد ايديها مع وزاره الشباب والرياضه شركه الحقيقه عملاقه مساله الحقيقه تدعو برضو للفخر بشكل كبير. بص انا طبعا من يعني اليوم الاول واحنا يعني موجودين رؤيه استراتيجيه ان احنا لازم نهتم بالاستثمار في القطاع الرياضي ونزق الموضوع ده بشكل كبير في الوقت عموما يعني مش في حاجه معينه. انا سمعت شويه في الحقيقه في المداخله يمكن يعني انا ضعيت وقت من الاوقات في افتتاح بطوله وايفنت في مع يعني نادي ذات وبروح كل الحاجات اللي فيها كام اب او فيها خروج للاستثمار في مجال الرياضي. يمكن سمعت جزء صغير على استضافه بطولات واستضافه احداث يمكن الشيء ده مهم جدا في جزء في منظومه السبورتس انفستمنت او الاستثمار الرياضي اسمه الميجا ايفنت او الايفنت وده العالم بيصرف فيه حوالي 77 بليون دولار من اصل حوالي 700 بليون دولار على مستوى العالم. انا بتكلم طبعا ده احصائيه 2017 2018 يعني.
فاستضافه الاحداث الرياضيه هي رواد كبير جدا، و يعني بنبقى سعيدين لاي حد يدخل في سوق الرياضه بصفه خاصه لما تكون كيانات كبيره تقدر تعمل استدامه وتقدر تحط استثمار من دلوقتي وعارفه هيروح لغايه امتى. لو بتتكلم على حضرتك استثمار الكوره، بالعكس احنا مع تجربه ان الناس تدخل في الكوره وتستثمر فيها، ده هيبني قاعده كبيره لهرم والمنتخب المصري بشكل كبير. التجربه بنهتم جدا بالانديه الشعبيه، ده شيء يعني واضح ومهم وكبير ونحافظ عليها، بس كمان دخول القطاع الخاص وتكوين شركات ده الاصل في تطوير الكوره على مستوى العالم من خلال الشركات المساهمه، وده موجود في القانون. الجانب الاخر يعني السبورت ساينسز او علوم الرياضه فيها حاجات كتير، الجزء الخاص بالإديوكيشن او التعليم يمكن انا سمعت جزء اخير منها لو دي مبادره، فانا بشجعها جدا، واحنا على استعداد كوزارة احنا عاملين دراسه كامله. هم اعلنوا يا سياده الوزير بالفعل ان هم يعني هينشئوا جامعه رياضيه في التجمع الخامس بالتعاون طبعا مع وزاره الشباب والرياضه. احنا مستعدين بشكل كبير جدا في وجودك، وكل الدراسات اللي احنا عاملينها مع ان هو موجود فيه قطاع خاص، احنا كمان عندنا اسيتس نستثمر فيها في الحقيقه، يعني سواء ارض او مكان، او احنا يعني المبادره انا معاد موجود معاها وبقوه، لان احنا دخلنا الموضوع ده احنا فاتحين كوزاره الشباب والرياضه يعني الجزء القطاع الخاص معانا السنه دي، يمكن على مستوى مراكز الشباب فتحنا الاستثمار في بناء حمامات سباحه ونظام حق انتفاع ونظم مختلفه. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا ده الفترات اللي فاتت يعني عمل لنا 1,105,000,000 جنيه حجم استثمارات في سنه وتسع شهور في قطاع مراكز الشباب، وعمل لنا استثمارات ب 700,000,000 جنيه في قطاع الرياضه. ما شاء الله. احنا فتحنا القطاع الخاص بحوكمه وبنظم متاحه في الحقيقه، بشكل بنشجع فيه دخول القطاع الخاص على مستويات وكيانات صغيره او كيانات كبيره في الحقيقه. يعني الجزء التعليم في الرياضه ده مهم جدا، احنا مستعدين كل الاستعداد في الحقيقه ان احنا ندخل فيه، حتى الانديه يعني يمكن احنا ذا كلوب 6 اكتوبر احنا عملناه مش نادي منافس لكن عملناه نادي بشكل قدرات شباب والرياضه رائع الحقيقه، يعني بشكل اقتصادي لطبقه معينه تقدر تكون في النادي لكن بخدمه عاليه جدا، لكن ده جزء من الاستثمارات بس بشكل اقتصادي كحكومه داخلينه او كوزاره شباب ورياضه في الحقيقه. فاحنا بنشجع التجربه بس بتكون طبعا بشكل محاكم ومقنن بلا بيروقراطيه يعني، لكن بنشجعه بشكل كبير جدا كل الكائنات اللي موجوده ان هي تدخل وتستثمر في الرياضه بشكل كبير، ونساعد بالعكس، ومبادره احنا معاها 1000% من خلال منبرك من خلال وجودك كابتن سيف. بشكرك يا فندم، والحقيقه في وجود حضرتك الملف الاستثماري اتغير بشكل كبير جدا، وتفاؤلك اللي دايما موجود يعني. انا اللي بشكر حضرتك وبرنامجك ودايما ان شاء الله كده التوفيق. ربنا يخليك يا فندم، بشكرك ودايما. النهارده على فكره احنا يعني انوه بسرعه، النهارده كان في مبادره شباب مصر كانت عاملاها في الحقيقه مع مديريات شباب ورياضه 27، كان في مبادره لتعقيم وتطوير كل مراكز شباب مصر النهارده في الحقيقه من الساعه 10 للساعه 2، كل مراكز شباب مصر النهارده شباب دخلوها اكثر من 50,000 شاب في قطاعات مختلفه، الكشافه اتحاد العام الكشافه والمرشدات، شباب مراكز شباب مصر، القطاع كبير ايضا متطوعي البرلمان، شباب البرلمان وطلائع البرلمان، في طلائع موجودين بيعملوا توعيه ومرصقات، النهارده كنت سعيد جدا بيهم في الحقيقه وبغرفه عمليات متكامله. فيعني المبادرات ان شاء الله، واخد جزء من كلام حضرتك، دايما في الفترات اللي زي كده بيبقى افضل حاجه ان يحصل دراسه المشروعات بيسموها البايب لاين، يعني ازاي في الفتره دي تدرس للمستقبل في الفتره مفيش فيها ضغط اوبريشن او ضغط تشغيلي، تقدر تفكر وتقدر تنتج مشروعات بعد كده تكون قابله للتنفيذ. يعني بتمنى لك يا فندم كل التوفيق وبشكرك، وان شاء الله باذن الله مزيد من التقدم في عز الظروف الصعبه، ولكن متفائلين ان شاء الله.
ان شاء الله يا فندم باذن الله ربنا دايما يجيب الخير لمصر يا فندم مع القياده السياسيه والحكومه ان شاء الله. بشكرك يا فندم شكرا بشكرك بشكرك سياده الوزير شكرا جزيلا. وزي ما قلت لكم الحقيقه كانت النهارده تصريحات مهمه جدا 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 وتعليق السيد الوزير النهارده برضو مهم جدا زاد خلاص مجلس ادارته زي ما اعلن كده انسي ساويرس منذ قليل هيكون مجموعه كبيره جدا من نجوم هيكون حازم امام محمد زيدان ميدو احمد حسن عماد متعب وهكون ان شاء الله باذن الله اتشرف ان انا موجود معاهم وهتكون احمد دياب هيثم عبد العظيم انسي ساويرس والمجموعه اللي اعلن عنها من شويه واعتقد ان دي يعني فرصه كويسه يعني هنطور هننفذ الفكر اللي احنا كنا بنحلم بيه بقالنا فتره وان شاء الله باذن الله يكون لصالح الكره والرياضه المصريه. على مشروع 2030 في مذكرة تفاهم اتمضت مع اتحاد الكورة على هذا الفريق وهو فريق الحلم مع شركة بريزنتيشن. اتحاد الكورة بيدرس المسألة، اتحاد الكورة عنده أكتر من عرض للأستاذ عمرو الجنايني والمجموعة اللي موجودة لشركة طالبة إن هي ترعى الناشئين الفترة اللي جاية وأعتقد إن المشروع قريبا جدا إن شاء الله بإذن الله هيشوف النور. كابتن حازم مجهود كبير أوي يا سيف. ها؟ مجهود كبير الحلقه يعني ما شاء الله يعني الحلقه هنعمل ايه سكايب كتير وناس جامده جدا ده لسه كابتن حازم ما انا عارف احنا هنلف معاك العالم النهارده لا بجد والله بحييك وبحيي اعدادك على انك دخل المهندس نجيب ساويرس احنا بنشرف بوجودك دايما يا كابتن حازم وانسي نجيب ساويرس ودكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه يمكن كنت عندنا من اول امبارح برضه بيعمل على فكره كابتن حازم مش كلام بس انا بتشرف دايما بوجود كابتن زيدان دي بتبقى اضافه كبيره ليا طبعا بس حقيقي اضافه كبيره جدا وانت موجود معانا ربنا يخليك يا حبيبي متشكر يا سيدي الكلام ده كبير قوي يعني والله حاسس ان انتوا ما بتشوفوش بعض خالص قبل ما اديهم لا انا بص انا طبعا يعني خلينا نتكلم في الجزء الاولاني اللي حضرتك كنت بتتكلم فيه مع الاستاذ نجيب ساويرس ودي مهمه جدا ان احنا نخش حاجه يمكن انت كنت بتتكلم على اتحاد الكوره والعمل وانا كنت قايل العمل العام مش هشتغل فيه تاني مع زاد الموضوع داخل في حته انا نفسي فيها من زمان ان انت تلاقي حاجه اللي انت بتاع نفسك فيها انك تعملها بدماغك بدون بقى اي ترابيزه بتقول حاجه وانت بتقول حاجه الافكار كلنا مع بعض نفس الدماغ تقريبا وهدف واحد وكوره وبتشتغل بقى لوحدك ما حدش بقى بيقعد يقول لك اعمل وما تعملش انت بتعمل بدماغك ودي الحاجه اللي الواحد يشتغل بيها دماغك مع الناس طبعا زمايلنا كلنا بنعرف كلنا قريبين من بعض بس اكتر حاجتين هم اللي خلوني اسيف او يعني خليني متحمس في الموضوع ده هو قالهم انسي جامعه رياضيه التعليم مهم جدا يا سيف احنا التعليم بشكل عام التعليم طبعا مهم لكن التعليم في الناحيه الرياضيه احنا كلنا خدنا خبراتنا الاداريه من انت تعلمت من حد ان انت بالتجربه الشخصيه بتبتدي تتعلم ايه الصح وايه الغلط من المواقف اللي حصلت لك لكن مينلي مفيش حد بيقول لك يعني مفيش منهج بتمشي عليه حسب انت قعدت مع مين واشتغلت مع مين بتاخد من دماغه لكن لما يبقى عندك سبورتس ماركتنج او سبورتس مانجمنت وماركتنج ما هو اتكلم على الماركت يعني حاجه الرياضه عامه دلوقتي يا سيف ما بقتش الموضوع ان هو انا لعبت كويس وانا زمان وانا صغير وببقى مدير كوره وبعدين ماشي طبعا تبقى فيها خبرات بس انت محتاج العلم صح وده دلوقتي يمكن في ولاد كتير بقوا يعملوا حاجات ياخدوها من لندن ياخدوها من فرنسا بيروح ياخدوا سبورتس مانجمنت ياخدوا ماركتنج في الرياضه عشان الحاجات دي بقت مهمه جدا لاي نادي ولاي حد عايز يكبر ما يبقاش دايما احنا خلاص وصلنا لمرحله ونسكت عليها فدي مهمه جدا انك تشتغل على تعليم الناس انك تخش تعلم الناس رياضه التسويق بتاعها الرياضي بتعمل ايه تتعلم الناس الاداره الرياضيه خصوصا ان في ناس كتير على فكره ممكن تبقى احسن مننا بكتير بس مش معروفين هو عايز يتعلم ويبقى الحلم اللي انت كنت بتحلم بيه دي حاجه وكوره طبعا بلس بقى الكوره ان انت تعمل تشتغل على نادي تشتغل على بلان قدامك وقت كبير تشتغل عليه مش حاجه مثلا لازم دلوقتي مش عايز تاخد الدوري دلوقتي بتشتغل بقى بلان على اولاد صغيرين بتحضرهم وبتجيب ناس تشتغل معاهم ويشتغلوا بياخدوا احتكاك من هم صغيرين انا عايز اقول لك حاجه احنا يمكن في الحاجات المهمه يمكن محدش ياخد باله منها منتخبات الناشئين عندنا اللي قبل الشباب 90% بنخسر فيها على طول هو منتخب 16 سنه يعني اخر مره تاهلنا كان ايام من الخضه ايام كابتن طه بصي الله يرحمه حاجه و80 تقريبا الجيل ده ما بيطلعش ليه بقى؟ لان دايما الافارقه في الوقت ده بيبقوا سنهم او بيبقى في تسنين وبيبقى جسمهم اكبر وانت دايما يعني فيش ولا جيل بيكمل فيه حتى احنا في اتحاد الكوره ما عملناش الجيل ده وعملنا من كابتن ربيع ياسين لان لقينا الفرق السن ده ما بيشتغلش فيه لما تشتغل من دلوقتي على حاجه سن صغير وتشتغل عليه وتدي له وقته وتدي له مدربين كويسين تدي له تاسيس كويس احنا عندنا دايما بنتكلم عندنا مهارات كويسه لكن ما بتاسسش كويس كلنا نفس الحاله دي
ما بتأسسش كويس. ليه ما بتأسسش بدنيا؟ لأنها بتأسسش منتاليتي. وده يمكن صلاح قالها مرة، قال لك المنتاليتي مختلفة. انت محتاج مع الكورة. انا منتاليتي لا قالها لك قبل كده. انت بتقول كده؟ انا منتاليتي لا قالها لك. انا لا قالها لك دي. والله بجد المنتاليتي يعني انا سمعت زيدان لما اتكلم. انا قلت فرصه هستريح منك السنين الجايه بس ظبط. احنا مع بعض ان شاء الله. زيدان كان اتكلم في حته مهمه جدا لما اتكلم عن فترته مع كلوب وصلاح مع كلوب. قال لك انا كمهاره زيدان جامد جدا ما شاء الله، يعني اتفرج على ماتش البرازيل، اتفرج على 2008 2010 مكسر الدنيا، بس المينتاليتي بتاعته هو كان بيتكلم وقفته في حته معينه. صلاح كمل. صح. هو ده اللي بنتكلم فيه. في مواهب زي زيدان وزي واحسن مننا بكتير، بس المينتاليتي بتوقفك في حته ان انت ايه بتستكفي بالمرحله. انا عايز اقول لك ان انا لما اتكلمت كمان مع انسي والمجموعه اللي كانت موجوده، هم برضو معتمدين ان زيدان هيوصل فكر هو عاشه وفكر ندمان عليه ان هو كان المفروض ينفذه زي ما هو بيقول. بصوا طبعا يعني اول حاجه يعني لو هنرجع طبعا للكلام المهندس نجيب قاله وانسي قاله، طبعا دي حاجه جميله جدا وحاجه لازم احنا نبقى عارفين قيمتها في الوقت والظروف اللي احنا بنمر بيها. التفاؤل ده. صح. ان انت الوقت النهارده يعني خلينا نكون بصراحه بنتكلم بصراحه، يعني كل الناس مش عارفه ايه اللي هيحصل ومش عارفه الموضوع ده هياخد وقت قد ايه، وكل الناس في البيزنس وفي كل حاجه يعني بتحس ان الناس قاعده مستنيه ايه اللي هيحصل، الناس خايفه، الناس قلقانه، الناس يعني كله بقى يعني كله تيكينج ستيب باك، يعني ايه مفيش حد بيعمل خطوه لقدام خالص. صح. بس ان احنا نشوف الحاجه دي، دي بتدينا احنا ك ك ك ك ك ك كاي انسان تفاؤل. ودي حاجه جميله ان اي برضو رجل اعمال اي حاجه يقدر يعملها انه يحسس الناس ان لا هي مرحله وهتعدي، ولازم نفكر ان احنا مش بقى لو في بيزنس كنا شغالين عليه بقى لنا مثلا شهرين ثلاثه فالوقت نوقف كل حاجه ونعمل هولد لكل حاجه ونلغي كل حاجه، لا بالعكس لو في مجال ان احنا لا نفضل مكملين، بس مش بنكمل بالسرعه اللي كنا ماشيين بيها، بس واحده واحده. ده بيدي للناس تفاؤل لان ان شاء الله هي مرحله وهتعدي. بالنسبه طبعا للموضوع بتاع اللي كابتن حازم قاله، احنا عشان نوصل لاي حلم عايزين نوصل له او اي هدف عايزين نوصل له لازم نبني صح. مفيش واحد مثلا النهارده عايز يبقى بطل العالم يبقى عايز يكسب مثلا كاس عالم، يعني مثلا المانيا لما كسبت كاس العالم او مثلا فرنسا لما كسبت كاس العالم ما راحتش البطوله على كاس العالم على طول انا هكسب كاس العالم السنه دي، لا هي قعدت تجهز نفسها من 10 سنين قبلها. سوري فرنسا كسبت كاس العالم 20 سنه قبل الكاس العالم اللي هم كسبوه الاخير اللي هو 2018، بس هم قعدوا يجهزوا نفسهم سنين كتيره جدا عشان يوصلوا للحلم ده. يجهزوا في اجيال من تحت. فانت عشان النهارده تبني جيل كويس مش تبني لعيب واحد، احنا عندنا ممكن يكون في مشكله في الفتره الاخيره ان احنا كل ما بيطلع عندنا نجم كبير ولاعيب كبير بنقعد نبص ان ايه، ان بنقعد نقارن الجيل بالجيل اللي قبله. الجيل اللي قبله كان ظروفه مختلفه، الجيل اللي قبله كان فيه نجوم كتيره جدا كانت كلهم بيعتمدوا على بعض، كلهم كان فيه روح يعني روح واحده، ظروف جهاز، ظروف مدربين، ظروف اتحاد كوره، ظروف قوه الدوري المصري، لعيبه كتيره كانت يعني بتمثل دور كبير جدا في المنتخب ده. فقدرنا ان احنا نخلق جيل جامد. الجيل النهارده في مواهب كبيره جدا، في لعيبه على مستوى عالي جدا، ممكن منهم كتير جدا كانوا يقدروا يلعبوا معانا، بس هم الظروف بتاعه الوقت اللي هم بيلعبوا فيه والدوري المصري ومفيش جماهير، وان مثلا ممكن يكون الفرقه كلها بتعتمد اعتماد كبير على صلاح. فصلاح في حته بعيده جدا عن 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 مثلا لعيبه تانية كاسمه وكمكانه وكدوري الانجليزي وهداف الدوري الانجليزي والشامبيونز ليج، فبتخلي ان اللعيبه يعني مفيش يعني بتصعب الامور شويه على بعض اللعيبه الثانيه. تتمنى تلعب في الجيل ده ولا لا تتمنى تلعب في الجيل اللي انت لعبت فيه؟ لا انا طبعا يعني على وضع ده جيل احلى على وضعي طبعا خدت ثلاث بطولات بص بعد ما اتكلم شويه كلام وجدلي لا 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 بس انا قصدي ان احنا عشان نيجي ناسس صح لازم نبدا من تحت. انا اللي عجبني طبعا يا سيف في المبادره اللي انا شفتها مع طبعا هيثم عبد العظيم كانت بدات معاه، وبعد كده رحت بصيت على النادي اتكلمنا مع بعض. لما شفت النادي زد اف سي انا طبعا يعني انبهرت بجد، انبهرت جدا باللي شفته هناك. انت كنت معايا تقريبا اول يوم رحت هناك، كانت البطوله بتاعت نادي الصيد، رحنا شفنا الولاد اتفرجنا على مواهب كويسه جدا. عجبني الروح بتاعه الناس اللي شغاله، الانفايرمنت بتاعه الكوره، فعلا حسيت ان انا في مكان ما كنتش متخيل ان انا في مصر. وكل ده كان هيثم يقول لي اتعمل في شهرين. فالميزه في الحاجات دي ان دي ناس بتشتغل عشان عايزه تعمل، عشان تشتغل صح وعشان عايزه تبني صح من تحت. لان احنا لو جينا قلنا النهارده اي رجل اعمال كبير يقدر يروح النهارده يشتري نادي
الانديه النهارده شفنا تقريبا من سنتين لما حصل نادي الاسيوطي واشتراه رجل الاعمال وقام سماه بيراميدز وقام عامل نادي واشترى لعيبه وصرف وعمل. فالنهارده اي حد تجربه رائعه برضو. تجربه كانت رائعه جميله بس برضو الفكره طبعا هي طبعا تجربه رائعه جدا بس اللي انا قصدي اقوله ان اي رجل اعمال كبير قادر ان هو يعمل يعني يعمل الاكشن بتاع ان هو في فريق يشتريه ويصرف عليه ويجيب لعيبه ويبدا. اللي عاجبني طبعا في الـ في الـ في الـ في, الـ في الفكر اللي احنا شغالين بيه في المنظومه دي او طبعا من انسي والمهندس نجيب وهيثم عبد العظيم ان احنا بنبني صح من تحت. مش الهدف ان احنا يبقى عندنا فريق اول دلوقتي حالا ونشتري لعيبه ونجيب اللعيبه ونديلهم بال40 وبال20 وبال30 مليون. لا احنا بنبني قاعده من تحت ونجيب اللعيبه اللي عندهم مواهب صح ونشتغل عليهم صح وازاي نديكيتزم ان احنا ازاي نخليهم مثقفين وعندهم فكر وعندهم يعني انتماء للفلنة اللي لابسناه وفي نفس الوقت ازاي احنا ناخدهم نسفرهم معسكرات نعمل لهم معايشات. لما اتكلمت مع هيثم واقترحنا الفكره بتاعت ان احنا ليه ما نفكرش ان احنا نجيب نادي كبير من اوروبا هم كان عندهم تواصل مع انديه قدرت ان انا اعمل تواصل بين نادي بروسيا دورتموند رحنا عملنا لهم في المانيا برزنتيشن وقعدنا معاهم وقابلناهم وهيثم جه معايا وبعد كده جينا مصر واستضفناهم في مصر 3 4 مرات. نادي بروسيا دورتموند نادي كبير جدا وعندهم نشاطات كبيره جدا في حول العالم في اسيا بالتحديد. لما جم مصر هم نفسهم يعني انبسطوا جدا وانبهروا جدا من الشغل يعني احنا عندنا مواهب في القطاع جدا. انا بقول لك هم لما جم شافوا فعلا. هرجع اكلمك هنطلع فاصل وارجع اكلمك بقى عن المدرسه انهي مدرسه افضل للمدرسه المصريه المدرسه الالماني المدرسه البرتغالي يعني نرجع نتناقش كده انا وانت وحازم الافضل ايه لقاعدات ناشئين. على فكره احنا من هنا بنوجه رساله لكل المؤسسات الخاصة ورجال الأعمال إن هم يتجهوا إلى كرة القدم ويتجهوا إلى الرياضة ويتجهوا إلى الاستثمار في كرة القدم عن طريق قطاع الناشئين. وعايز أقول لكم حاجة ناس كتيرة ساعات بتتكلم على أي شاشة بتشوفها في النهاية الكورة والإعلام والحاجة اللي انت بتشوفها وانت قاعد في البيت هي استثمار. احنا بنسعى للإعلانات عشان تشوف انت على الشاشة منتج جيد تشوف رايتس جيدة تشوف دوري قوي تشوف عدد من النجوم تشوف شاشة تقدر تنافس بيها برة. كل ده مش هيجي من غير رعاة مش هيجي من غير استثمار. الاستثمار هو في النهاية اللي بيعمل الحدث. فاصل وارجع لكم بعد الفاصل. زي ما قلت لكم النهارده مكملين حلقتنا يعني حاجه خاصه جدا عن الاستثمار في مجال الرياضه. وزي ما قلت لكم حته الاستثمار في قاعده الناشئين يعني من السهل ان انت يعني تعمل فريق اول او تشتغل على فريق اول ولكن انت تشتغل على بلان طويله لمده سنين. هي دي القصه. هاخدكم سريعا بس في مساله كل الناس بتتكلم عنها وهي تخفيض اجور اللاعبين. النهارده كابتن طلعت يوسف بدا المبادره مع الاتحاد السكندري مع الاستاذ محمد مصلحي وخفض عقده 50% او عرض تخفيض عقده 50% وده شيء الحقيقه يعني جيد جدا. حازم سريعا من وجهه نظرك شايف المساله دي حلها ايه؟ اتحاد الكوره يعلن ان يعني في تخفيض عقود لاعبين يعملوا اجتماع مغلق مجموعه من الانديه الاهلي والزمالك وانديه الدوري وياخدوا قرار ولا المساله تمشي ازاي؟ بص يعني انا بشوف ان اللعيبه نفسها هي متهيألي هتاخد هذا القرار يعني لان الموضوع ارقام اللعيبه بقت غاليه جدا وعاليه جدا وبالتالي وفي ظل ان انت ما فيش اي انكم بيخش لك لو لا قدر الموضوع طول شويه هتبتدي الانديه تحس اكيد بالمشكله يعني وخصوصا الارقام بتبقى بقت كبيره. انت انديه الزمالك والاهلي وبيراميدز كل الانديه دي دلوقتي بتدفع ارقام كبيره قوي انك تقعد تدفع وما فيش لعب وما فيش اي اكيد هتبقى مشكله كبيره. انا متهيألي اللعيبه هي اللي هتقوم بالمبادره دي مع او النادي يقوم بالمبادره لان الاتحاد ما يقدرش يجبر نادي ان هو لكن هو ممكن يلغوا مثلا 25% الاخيره زي ما حصلت قبل كده. حصلت قبل كده في دوريات وقفت وشالوا نسبه المشاركه ما تبقاش للعيبه يعني تتفق ولا تختلف؟ لا انا اتفق طبعا جدا في الكلام. اللعيبه هي اللي هتطلب المبادره. اللعيبه لازم هي طبعا يعني الموقف صعب جدا وصعب وانت كمان يعني انت ممكن تقعد تتكلم لان انت مش في الموقف نفسه ما تعرفش التزامات اللعيبه ايه وما تعرفش ايه المواقف اللي هم فيها. بس احنا شفنا في يعني برشلونه عملت الموقف ده دلوقتي ان اللعيبه كلهم يعني تجمعوا مع بعض بقياده ميسي واعلنوا قالوا مش هنقول طبعا ان ده احنا مش برشلونه ومش احنا مش ميسي وكده بس انا شايف ان احنا ده وضع ظروف صعبه اللعيبه لازم نسبه يعني عارف اللي بياخد مثلا 7-8 مليون
غير اللي بياخد غير واحد بياخد غير اللي بياخد 500 انا يعني شايف ان هما كل يعني لازم كل واحد يحس هو بياخد اللعيبه يعني مع نفسها لازم يبقى في مبادره منهم مش دلوقتي حالا بس طبعا لو المده طولت اكتر شويه لازم هما يتفهموا الوضع اللي بيحصل ودي طبعا انا شايف ان انا بتفق طبعا مع حازم في اللي بيقوله هل خمسه طب افرض اللعيبه ما عملتش المبادره يحصل ايه لا مع اكيد النادي هيكلم مع لعيبته بس مش لازم يتكلم من قدام الناس يعني لكن اكيد هيكلم مع لعيبته مع كابتن الفرقه مع الناس الكبار يا جماعه في كذا كذا وانا بقول لك هي بنسب يعني زي ما بقول لك ما ينفعش اخد 50% من اللي بياخد مثلا نص مليون واخد 50% من اللي بياخد 7 مليون يعني ده هيبقى معهوش حاجه او ده هيبقى مثلا ارقامه قليله جدا ده هتبقى مش فئات قوي حسب الفئات حسب الفئات يعني كل رقم وليه قيمته يعني معاك انت وسدام في ان كل لعيب عنده مصاريفه ولكن انا بشيل هم الفئه اللي في دوري الدرجه الثانيه والثالثه طبعا دي بقى الناس والأندية بتاعتها اكبر بكتير جدا وانديتهم كمان صعب يعني هو يعني النادي برضه عنده مشكله خلي بالك يعني النادي نفسه بيلاقي مشكله والدوري شغال فما بالك كمان الدوري مش شغال وهو مطالب انه يديله كمان لو انت لعيب كوره تعمل ايه دلوقتي لا هعمل ايه هتمرن واركز لا تعمل ايه في الموقف ده انا بكلم انت حازم امام لا لو واحد درجه ثانيه وثالثه هو بياخد كام انت حازم امام في الزمالك دلوقتي لو انا بتلعب ما مش عايز ازوي يعني ازايد على الناس اللي موجوده انا بقول لك وجهه نظر كلهم ناس انا بقول لك انا متهيالي اللعيبه لو الموضوع ده يعني طول شويه كمان انا متهيالي اللعيبه هتروح اكيد مع الادارات تتفق على ان هي ممكن نخفض عقودنا بنسب كل واحد بنسبته كل واحد اللي فوق مثلا كذا بياخد هناخد كذا منه اللي فوق كذا بس خلي بالك برضو يعني حازم يعني هو لو هو اللي في الموقف ده هو حازم كابتن فريق فهو ممكن هو اللي هيبدا بالمبادره دي مع مع مجلس الاداره مع اللعيبه ان هو قائد هو ليدر الشهر ده ما ناخدوش مثلا الشهر اللي واقف فيه كوره الشهرين بتوع الكوره مش هناخد فلوسه يعني في حاجات كتير حتى بتبين يساعدوا مع ان انت حاسس بالناس يعني وخلي بالك برضو ما هي المصاريف اللي يعني اللعيبه لما بتقف مع بعضها وبياخدوا قرار مع بعض للنادي بتاعهم الفلوس اللي بتتخصم اكيد برضو النادي بيساعد بيها الناس التانيه اللي محتاجه ما هو انت في عندك في العمال الموظفين العمال يعني النادي لما هيوفر من مرتبات اللعيبه اكيد الجزء اللي هيوفره ده هيصرف منه على الناس اللي محتاجه اكتر فدي مبادره اللعيبه بتقف بيها مع بعض تجاه عمال النادي والتزامات النادي اللي فعلا الناس اللي محتاجه طبعا عليك هقول لكم خبر دلوقتي عشان انا عارف ان الخبر ده هيعمل قصه والناس هتقول لك ايوه انت كلمت مش عارف مين ومين في اللجنه الخماسيه تاني وتالت ورابع كل الاحترام لكل افراد اللجنه الخماسيه الناس بتادي بشكل اكثر من رائع من وجهه نظري الشخصيه توقع والله توقع هو طموحات وامل ولكن من وجهه نظري الشخصيه ان شاء الله باذن الله الدوري هذا العام هيكتمل طبعا وجهه نظري يعني رؤيتي هو ليه هو ممكن يكتمل في حاله واحده ان انت الفتره دي كلها هتاخدها توقف دوري كانهم اللعيبه خدت اجازتهم خلاص وتبتدي ان شاء الله لو الدنيا بقت كويس مثلا في 7 او تلحم الاثنين ورا بعض تجيب الاولمبياد كمان ومفيش اولمبياد خلاص على فكره ممكن يحصل على فكره برضه في انجلترا وفي اسبانيا لان الاولمبياد خلاص اتاجلت للسنه اللي بعديها وكاس الامم الاوروبيه فانت ما عندكش حاجه مشكله فممكن دي تتحسب كاجازه اللي هي بين الموسمين ويعملوا الدوري مثلا في سيف في 7 في 8 وقت ما الازمه تخلص ان شاء الله على خير ويلحم الدوري في الثاني على طول ما يبقى الاثنين في بعض يعني صح. دي فكره وناس بتتناقش فيها ان كان حتى بره او هنا يعني رايك عزيز طبعا هو لو ده اللي هيحصل اكيد هيعملوا كده يعني ما فيش اوبشن تاني غير ده يعني ما ينفعش ان انت يعني بعد ما الدنيا تمشي تاني تقوم مكمل دوري بعد كده موقف شهر تاني بعد كده تبدا الموسم اللي بعده متاخر فانت كده خبطت الدنيا كلها فانا شايف ان هم لو وقفوا دلوقتي ورجعوا كملوا الموسم هيربطوا بقى الموسم ده بالموسم التاني على طول يكملوا ورا بعض على طول واللعيبه طبعا بقى يعني هتستوعب الوضع ان ما فيش بقى اللعيبه مش هتطالب بقى باجازاتهم وسفر ومش سفر يعني ده هيبقى وضع بقى الموسم دون والسنين طبعا انا اعتقد ان هي على الناس كلها ما فيش حد اصلا هيفكر في اجازات وسفر السنه دي خالص يعني انا عايز اقول لكم ان في دلوقتي تصور كان في جلسات داخل اللجنه الخماسيه فوضع عده تصورات يعني بالبلدي كده كذا كذا سيناريو كذا تصور فيهم تصور هنلعب على ملعبين هنعمل زي دوره مجمعه في الاخر عشان طلع بطل الدوري المهم هنكمل بطريقه ما هنعسكر اللعيبه هيعسكروا في حته هتبقى فيه اجراءات معينه والدوري هيكمل هو كده كده من غير جمهور حاطين سيناريو 2 3 اللي بقول لكم ده طبعا في حاله ان شاء الله باذن الله انتهاء هذه الازمه وان الامور تعدي على خير ولكن الناس بتنور اكتر من لمبه يعني الناس في النهايه ما بتقفلش تسالوني انا انت توقعك او رايك ايه اقول لكم ان شاء الله باذن الله تعدي الأزمة دي إن شاء الله بإذن الله الدوري هيكمل فاصل ورجع لكم تاني
نروح سريعا واحنا مكملين النهارده حلقتنا عن الاستثمار الرياضي والاهتمام بالناشئين، نطير لافريقيا والسنغال عبر سكايب، ومعانا واحد طبعا من نجوم القاره السمراء، حاج ضيوف، واحد من نجوم منتخب السنغال سابقا. حاج ضيوف مساء الخير، ازيك؟ وحشني. I'm good, I miss you more. انا بفتقدك جدا وانا سعيد جدا اني اتحدث لكل اصدقائي في مصر وخاصه على قناه اون تايم سبورت، لانني امضيت وقت جيد جدا اثناء بطوله الامم الافريقيه، وانا دائما اقول ان بلدي الثاني هي مصر وكل شيء جميل ياتي من مصر. شكرا على اتصالكم بي. سلام، ان يعني بيشرفني بوجودهم النهارده محمد زيدان وحازم امام، اثنين من نجوم مصر طبعا. ويكي زيدان، محمد زيدان، محمد زيدان، محمد زيدان. اهلا بيك محمد، ازيك؟ الحمد لله. How are you brother? How is everything good? كيف؟ كل شيء بخير ورائع. الكل فقط قلق من فيروس كورونا، وأتمنى أن يقوم كل الأفارقة بالتعاون مع العالم في أن، كما أقول دائما، أننا إنها مباراة علينا جميعا أن نلعبها ونسجل هدف واحد فقط في فيروس كورونا. إن شاء الله بنتمنى لكم طبعا الشفاء وأن أنتوا تبقوا موجودين في بيوتكم، وأزمة وهتعدي علينا كلنا إن شاء الله. أنا مستمتع بالبقاء في المنزل، تعلم أني أحب السفر، ولكن هناك أشياء تحدث علينا أن نقبل بها، وما أقوله لإخواتي وإخواني الأفارقة ولكل العالم، عليكم أن تبقوا في منازلكم وتحترموا ما تقوله لكم حكوماتكم، أن الأمر في إفريقيا صعب أن يبقى الجميع في منازلهم، لأن الأمور تقتضي الحركة والتحرك، ولكن ليس هناك أي شيء أثمن من الصحة، والعالم كله يتحدث عن شيء واحد الآن وهو فيروس كورونا، وعلينا أن نفوز بهذه المباراة أمامه وأن نسجل هدف في هذا الفيروس حتى يبتعد عننا، لأن نحن نتحرك من اليمين إلى اليسار وإلى الأمام وإلى الخلف، ولكننا نعمل ضد فيروس كورونا جميعا. حاج ضيوف، يعني عايز اخدك برضو في حتة بقى مهمة، وان شاء الله يا رب السلامة لكل الناس والسلامة ليكوا في السنغال وهنا في مصر وكل القارة الافريقية وكل العالم طبعا، اتمنى لهم طبعا السلامة. عايز اخدك يعني في حتة ووجهة نظرك في مبادرة اللي طرحتها زاد والاهتمام بقطاع الناشئين، ودي الحتة اللي انا اتكلمت فيها معاك كتير، وكنت دايما بتقول لي لازم في افريقيا نهتم بقطاع الناشئين بشكل كبير جدا، لان اوروبا استفادت في وقت كبير جدا من ناشئين افريقيا. بالتأكيد، لأن اللاعبون الأفضل في العالم هم في إفريقيا، هم الأفضل في العالم، أعتقد ساديو ماني ومحمد صلاح وهم إخواتي، وأنا أرى أن هناك مواهب كثيرة موجودة مثلهم، وإنهم لم يكونوا ليصلوا إلى هذا المستوى إلا بالعمل والاجتهاد. أتحدث عن نادي الزمالك والنادي الأهلي وكل الفرق في إفريقيا. نحن نتحدث الآن عن الزمالك والأهلي لأنهم وصلوا إلى مرحلة متقدمة جدا، وهم لديهم الإمكانيات لكي يكون لديهم إنشاء أكاديميات لكرة القدم، وأيضا هناك فرص لديهم للعمل في تطوير قطاعات الناشئين. ومصر دائما لديها المواهب وستجد المواهب دائما متاحة. يجب أن يكون هناك 6 أو 10 لاعبين من مصر يلعبون في أفضل الدوريات الأوروبية،
ولابد أن نصل إلى هذا المستوى، ولابد أن نتنافس ونطور من قطاعات الناشئين حتى نستطيع أن ننافس الأوروبيين. ضيوف كنت معانا في بطولة الناشئين الماضية اللي زاد، وشفت قطاع الناشئين اللي موجود في مصر ومعظم الفرق المصرية، رأيك إيه في الناشئ المصري؟ اللاعبين جيدين جدا، وكما أقول أن مصر هي أكبر الدول الإفريقية، وإذا كنا نتحدث عن الثلاث دول الأكبر في إفريقيا من ضمنها مصر، وبالتأكيد ستجد في هذه الدول لاعبين رائعين. وفي الوقت الذي كنت ألعب فيه ستجد حسام حسن، كنت ستجد بيبو، ستجد ميدو، ستجد أبو تريكا، إمام، حسام حسن ومحمد صلاح. الآن مصر لديها دائما لاعبين جيدين ومتميزين، وكما نقول زد هي أحد أهم المؤسسات التي ستدعم هذا القطاع، لأن لاعب كرة القدم لابد أن يتشكل منذ صغره. وعندما ذهبت إلى هذه البطولة التي تحدثني عنها وجدت لاعبين رائعين، ولكن السؤال هنا، هل سيبقون هناك في هذه الأكاديمية في هذا المكان، ولكنهم سينتقلون إلى الأهلي أو إلى الزمالك؟ لابد أن ينتقلوا إلى أكاديميات موجودة في الناديين الكبيرين، سواء في الأهلي أو الزمالك، سيتطور مستواهم، وهذا مشروع وكل المصريين عليهم أن يشاركوا ويهتموا بتطوير هذه المؤسسة زد التي نتحدث عنها، وأن يساهموا في تطوير لاعبي كرة القدم التي تشرف عليها هذه الأكاديمية. أنا نجد هؤلاء اللاعبين يلعبون في أندية كبيرة مثل بارما ومثل مارسيليا، لابد أن يكون هناك دائما اهتمام كبير بالناشئين حتى يستطيعوا أن يلعبوا في هذه الأندية الكبيرة، وأنا متأكد أن مصر لديها لاعبين رائعين كثيرين. من وجهة نظرك، كنت لسه بتكلم مع حازم إمام ومحمد زيدان، أن أي لاعب بيحترف عايز منتاليتي مختلفة، عايز فكر مختلف عشان يكمل في عالم الاحتراف. رأيك الاحتراف محتاج إيه؟ زيدان موجود في هذا البرنامج وهو يعلم أن تكون تلعب في فريق كبير في بروسيا دورتموند، وأن تفوز بكأس الأمم الإفريقية، وأنه فعل الكثير من أجل وطنه. زيدان العالم يعرفه لأنه كان يلعب في بروسيا دورتموند، لأنه لعب في أعلى مستوى. نحن نتحدث عن تنظيم عالي جدا، نتحدث عن مستوى رائع من لاعبين على أعلى مستوى في العالم، يلعبون في دوري أبطال أوروبا، يلعبون على ملعبهم وخارج ملعبهم أمام 50,000 متفرج أو 100,000 متفرج. كل هذا الضغط لابد أن يكون يتعود اللاعب على أن يكون مثل هذا الضغط، وهذه هي العقلية التي نتحدث عنها، أنه يتحلى بالمسؤولية الكبيرة أمام اللاعب أمام هؤلاء الكبار. وهذا يحدث في الأندية المصرية عندما يكون هناك مشجعين كثيرين جدا، اللاعب يكون معتاد على الضغط. الصغار في إفريقيا كثير منهم لا يذهبون للمدارس، ولكن نجد لاعبين من إفريقيا مثل محمد صلاح، مثل ساديو ماني، مثل حاج ضيوف، الذين يلعبون في الدوريات، والعالم يعرفهم ليس بالتعليم ولكن من خلال كرة القدم وتطوير المستوى.
إنهم يلعبون في قارة مختلفة وفي أجواء مختلفة. نستطيع خلال 90 دقيقة أن نروج لبلدنا، كل لاعب من بلد يروج لبلده في 90 دقيقة فقط، أكثر مما ينفق من خلال مشروعات السياحة والمشروعات الأخرى التي تروج للبلد. حاجة ضيوف إن شاء الله بإذن الله نطمن عليك، وإن شاء الله الدنيا في السنغال تمشي بشكل جيد، والصيف الجاي تنتهي الأزمة وتكون معانا الصيف الجاي، ويعني نروح نتعشى بالليل زي ما احنا دايما متعودين كده. لا أستطيع الانتظار حتى يأتي الصيف. وأنا أسعد دائما لأن أزوركم وأبقى معكم في مصر، لأنني من ضمن كل دول العالم التي زرتها أنا أعشق العيش في مصر والتعامل مع هذه الحضارة الراقية وهذا الشعب الجميل. هذه الحضارة أو الحضارة العالمية هي التي صنعتها مصر، وأنا دائما في مصر أقضي وقتا ممتعا. وعندما وصل الفريق السنغال لنهائي كأس أمم إفريقيا السابقة كنت سعيدا، وكنت سعيد بدعمكم دائما، وأشكركم على هذه الاستضافة، وأتمنى لكم كل الخير. بشكرك شكرا جزيلا نديوف، وشكرا حازم امام محمد زيدان، بشكرك واشوفك ان شاء الله باذن الله على الف خير. الحاج ديوف واحد الحقيقه من نجوم القاره السمراء، النهارده بنلف معاكم العالم بشكل كبير جدا جدا جدا، وكان مهم جدا ان احنا ناخد رايه. اعتقد زي ما انت قلت حازم، قال ان الاحتراف فكر. طبعا اكيد انا بحييه طبعا، واحد من اللعيبه اللي مش حرمنا من حاجه جميله. لف الكره الارضيه عمال يلففنا، ضرب معانا ملوخيه ورز فاكر في الاستوديو. لا جميل، بقول لك ايه، الناس مش عارفه القصه، لسه اسمع القصه دي. جينا في الاستوديو، كان هو معانا في كاس امم افريقيا الاخيره في الاستوديو، فدخلنا فهو جه، فالشركه اللي جايباه سانشات معينه مكان لوحده بتاع، فقاعد الراجل هو لذيذ جدا، واحنا جابوا له ماكدونالدز، واحنا طبعا ايه زي ما انت فاهم ما بين الشوطين جبنا فته ورز وملوخيه وبتاع مش عارف ايه. المهم 5 دقايق لقيته ده جايب الكيس بتاعه، جاي الراجل بتاعه جايب، يعني بيقول لك حاج ضيوف هو ليه قاعد كده؟ قلت له ما اعرفش. فجالنا انا ليه قاعد كده؟ قلت له يا عم تعالى اقعد معانا. قال لي ايه الاكل انتوا بتعملوا ايه؟ قلت له بناكل كده. بص دخل في الفته يعني اكيد ملوخيه على طول بقى كل استوديو خلاص، ما في ولا مستني حاجه ولا بتاع، متعايش معانا في الكل. لا لذيذ جدا 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 الحقيقه. لا كلامه مهم، يعني هو بيتكلم في حته كمان ان لعيب الكوره، ودي حاجه مهمه جدا. الناس في فترة كده بيقعد يقول لك ده لعيب كورة يعني، بس بص هو بيتكلم ازاي. قال لك لعيب الكورة او اللعيب اللي بيشتغل اللي بيلعب في اوروبا وبينجح بشكل كبير بيبقى سفير لبلده، بيعمل سياحة لبلده، بيعمل بروجكت مهم لبلده، انه دايما بحاطط بلده اسم بيلعب في اوروبا يعني. فاللعيب حاجة مهمة في الزمن اللي احنا فيه، ان كان على المستوى الترفيهي. طبعا احنا بنتكلم على الكورة، كورة عجباني جدا مقولة كلوب دايما بقولها، هي اهم حاجة في الحاجات اللي مش مهمة. يعني كرة في الحاجات اللي مش ضرورية في الحياة هي أهم حاجة للإنترتينمنت يعني. ف بشوف إن عشان نطلع الناس دي كلها بالدماغ دي كلها، لازم زي ما بقولك تبقى من وانت صغير بتعرف إن ده ما فيجيش فجأة وانت عندك 16 سنة 17 سنة ولا 20 سنة، بتشوف حاجات تاخد منك شوك شوية وتقعد منك وقت عشان تبتدي تتأقلم. في ناس بتقدر وفي ناس ما بتقدرش، لكن لو خدت الكلام ده من وانت صغير، من وانت خلاص زي ما بتتعلم الكرة ازاي بتوقف بوش رجلك وتوقف بطن رجلك، بتتعلم كمان من بتتعامل ازاي. مش انت فجأة واحدة بقول لك بتقف قدام 80,000 و60,000 متفرج، انت بتبقى من صغير من صغر. يعني احنا بنتعلم واحنا صغيرين، اسف، الزجزاج، توقف كرة بوش رجلك ازاي، تلعب باس ازاي، وانت في السن ده بتتعلم ازاي تتعلم مع اصحابك، تتعامل مع الناس في الدريسنج رومز، تتعامل ازاي لما تطلع بره تلعب ماتشات من كان بره او جوه، وتشوف جمهور ما تشوفش جمهور، المينتاليتي، لو حد في التمرين معاك ما بيعاملكش كويس، لو المدرب بتاعك ما بيديلكش تنصيح كويس او بيعاملك وحش، تتعامل ازاي، تصرف ازاي، تشتغل ازاي، تكتعب وتقعد ولا تشتغل على نفسك. يعني فيها حاجات مهمه جدا للعيب الكوره انه يتعلمها من هو صغير، مش بس فنيات. احنا اتعلمنا فنيات كويس، ولما اللعيب يروح مكان احسن لازم يطور من نفسه في المكان الاحسن. أكيد، لان انت طب الطبيعه بتاعتك لما بتبقى لعيب كوره وبتروح فرقه اكبر من اللي انت فيها، فانت معناه ان انت رايح للعيبه مستواهم اعلى، فكرهم مختلف، التنظيم مختلف، السيستم اللي هتشتغل بيه طريقه مختلفه. فانت لو انت مستعد ان انت تطور من نفسك. مين اعظم مدير فني مصري اشتغلت معاه؟
يعني هو طبعا كابتن حسن شحاته، انا ما اشتغلتش مع مدربين مصريين كتير غير الكابتن حسن شحاته والكابتن شوقي غريب، فيعني هما الاثنين طبعا صحاب فضل كبير جدا عليا، الاثنين في الجيل بتاعنا يعتبر هما اكبر انجازات حققتها في حياتي كان مع الكابتن حسن شحاته والكابتن شوقي غريب. يظل المعلم اسطوره التدريب في مصر حسن؟ اكيد طبعا اكيد. اللي عمله كابتن حسن في الثلاث بطولات مع بعض ورا بعض دي انجاز ما اتحققش متهيألي في اي قاره ولا مع اي مدرب انه يحقق ثلاث بطولات على التوالي. ممكن الناس تحقق ثلاث بطولات. استكشف اوريك كابتن حسن على الشاشه، هيفضل التاريخ دايما يقول ان المعلم هو صاحب الانجازات بالارقام. يظل كابتن حسن شحاته هو اسطوره التدريب في مصر. ده صغير يا كابتن. كابتن حسن شحاته صباح الفل. كابتن سيف يا حبيبي مساء الخير عليكم وعلى كابتن حازم امام وكابتن زيدان ومنورين الشاشه. يا كابتن حسن انت الكورونا صغرتك يا كابتن ولا ايه؟ ما شاء الله والله يا زيد. لا ما شاء الله يا كابتن. احنا قاعدين في البيت يا زيد. ما قاعد في البيت صغرتك يا كابتن. ودقننا طويله لا ده انت زي الفل يا كابتن. ربنا يخليك يا زيد. ازيك يا حازم؟ ازيك يا كابتن مصر؟ اخبار حضرتك يا كابتن؟ طمنا عليك، وحشنا كتير. ربنا يخليك. تسلم يا حازم يا حبيبي. ربنا يخليك كابتن. كابتن حسن دايما بنتشرف بوجود حضرتك معانا النهارده، بنناقش ملف مهم جدا وهو ملف الاستثمار الرياضي وملف الدخول في قطاع الناشئين والشركات تخش في الحته دي وفي قطاع الناشئين من تحت، وفي مبادره النهارده يعني اطلقها نجيب سويرس مهمه جدا. راي حضرتك ايه في الاهتمام بقاعده الناشئين والمساله اللي احنا بنتكلم عليها؟ اول حاجه كابتن سيف انا دايما بتشرف بوجودي معاكم. ده شرف ليا انا يا كابتن، شرف ليا ان اكون موجود، ببقى موجود معاكم. فدي المبادرة دي مع مستر نجيب ساويرس تعتبر مبادرة جامدة ومبادرة كبيرة جدا جدا، وده احنا بننقصها من ساعة ما كنا ماسكين منتخبات الشباب ومنتخبات الناشئين. يعني انا ليا تجربة مع منتخبات الشباب قبل ما يبقى مع منتخب مصر الاول، وكانت تجربة تعتبر جميلة جدا. وزي انتم ما بتقولوا هو مستر ساويرس قال ان احنا كنا هنقعد 7 سنين و8 سنين، هو ده اللي حصل معايا مع منتخب الشباب. يعني 2001 لغايه 2011 2001 لغايه 2003 بعد كاس العالم للشباب في الامارات، وبعدين مجموعه من اللعيبه اللي كانت موجوده معايا في منتخب الشباب بقت هي القوام الاساسي والرئيسي لمنتخب مصر الاول، وبعض اللاعبين مع الكابتن شوقي غريب اللي هم في المنتخب الاولمبي. فعشان دي تجربه يعني بتبقى محتاجه انت ما تاخدهمش عشان تاخدهم من الدار والنار. يعني المعنى ايه؟ يعني انت لازم تاخدهم ولازم تعدهم الاعداد الجيد، تقعد سنه، تقعد اثنين، تقعد ثلاثه، تقعد اربعه، تقعد سته، مفيش مشكله، اللي من خلالهم انت بس تكون جايب لهم جهاز بالظبط، جهاز بتاع ناشئين، خد بالك يعني لازم جهاز يكون بتاع ناشئين، ما تجيبش مدرب كبير قوي ها يمسك الناشئين. عشان كده بقول لك هو يقعد معاهم وبعد كده هيقعد بعد سنه هتلاقيه بيبدا يلعب ماتشات وديه سواء بره او جوه، اللي من خلالها يبقى عارف اللعيبه اللي ممكن تبقى موجوده معاه. فدي كانت تجربه انا مريت بيها والحمد لله زي ما بيقولوا وصلت لكاس العالم، كانت في الامارات، خدت امم افريقيا في بوركينا فاسو، وصلت لكاس العالم في الامارات، وما كانش لينا نصيب ان احنا خرجنا قدام الارجنتين بالهدف الذهبي. فعشان كده انت بتجيب المبادره بتاعت مستر نجيب ساويرس مبادره جيده جدا، والاستثمار الرياضي ده في العالم كله يا كابتن سيف، ما بقاش في مصر بس بالمبادره دي. صح. عشان كده بقول ان احنا الشباب لازم تخليهم والناشئين لازم تخليهم يلعبوا مع بعض، يقعدوا سنه 2 3 4 5 6 لغايه ما تضمن، وزي ما قال زيدان، زي ما قال زيدان بالنسبه لاسبانيا وخدوا بطوله اوروبا، بالنسبه للبرازيل لما كان كلينزمان ومستر هوف في المانيا، لا في الدوري في البرازيل، كاس العالم في البرازيل، وراحوا خدوا كاس العالم في البرازيل وضربوا البرازيل يجي 6-7. فديت عمليه ودي كانوا ناشئين، فانت لازم تجهز الناشئين، ما تاخدهمش من الدار للنار، جهزهم الوقت اللي يتناسب معاك على اساس تعمل جيل من الاجيال كذا، هتلاقي نفسك بتعمل اجيال كثيره مش جيل واحد. نفس يعني كنا لسه بنتكلم يا كابتن حسن مع حازم امام وزدان، دايما لما بتكلم معاهم في مساله الاحتراف حازم مثلا يقول لي لو يلف الزمن بيا تاني ويرجع ما ارجعش من هناك. زيدان بيقول لي يعني الفروقات بيني ومحمد صلاح منتاليتي، يعني انا كان ممكن افكر بشكل مختلف كنت اوصل لمرحله رغم ان ما شاء الله وصل مثلا في مرحله تانية. شايف حضرتك ايه اللي ناقص اللاعب المصري فكرا ان هو يوصل للحته دي؟ حازم مثلا بيقول لي دلوقتي التعليم، هو زيدان بيقول لي التعليم شيء مهم جدا.
طبعا التعليم ده وضع طبيعي شيء مهم جدا جدا يعني. حازم انا ما اعرفش، انا واحد من الناس بالرغم ان انا كان عندي فكره جيده جدا جدا وصول حازم لايطاليا، انا ما اعرفش هو رجع لي يعني. انا حازم لما راح ايطاليا قلت حازم ده راجل لازم يحترف ولازم يكون مع المجموعه اللي بتبقى في اوروبا والكلام ده كله، لان امكانياته الفنيه عاليه جدا. هو رجع لي الله اعلم، هو اللي عنده الاسباب انا مش لازم اعرفها، لكن هو عنده اسباب. زيدان نفس الكلام يعني، دول لو استمروا كان هيبقى لهم صيت كبير جدا 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 جدا. عشان كده بقول الناشئين، بقول لازم يجيبوا لهم جهاز كويس، الجهاز ده لازم يصبر عليهم شويه. وبالنسبه لزيد والمستر نجيب ساويرس، يعني انا شايف ان هم واخدين الامور بشكل جيد، ومستر نجيب ساويرس لما بيمسك حاجه ما بيفشلش فيها، بينجح فيها. عشان كده احنا الاستثمار الرياضي ده ضروري جدا، ومش لازم يكون استثمار زي مثلا بيراميدز ناخدهم فرقه كبيره واعمل نادي كبير، لا، لما اخد من الناشئين انت هتستفاد ماديا اكتر كمان. يعني انت اذا كنت بتاخد نادي كبير الناشئين هم هيفيدوك ماديا لو انت بتفكر في الناحيه الماديه. عشان كده بقول هنعتمد لازم على الناشئين، والاستثمار لازم يكون في الناشئين ما يبقاش في الانديه الكبيره. سؤال بره الصندوق يا كابتن نختم بيه مع حضرتك، مين في جيل حضرتك لعب معاك من وجهه نظرك لو احترف في اوروبا كان راح لمنطقه اخرى، كان قرب من محمد صلاح، كان راح في مكان تاني، مين من وجهه نظرك؟ لاعب معايا، لاعب لاعب لا 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 لاعب مع حضرتك وحضرتك مدرب في الجيل اللي اخذ معاك البطولات دي. كتير جالهم يا كابتن سيف، بس للاسف ما كانش ليهم نصيب. يعني عندك عمرو زكي راح مخه تعبان، راح انجلترا ورجع من انجلترا. وهم طبعا هم بيتحكوا يا كابتن، ده قبل الحادثه ولا بعد الحادثه يا كابتن؟ وحازم لا بعد الحادثه، حرام عليك، ربنا يشفيه، ربنا يشفيه يا زيدان، ربنا يشفيه يا رب. اهو حازم قاعد وزيدان قاعد عارفين عمرو زكي جاب 10 اجوان في الدور الاول وهو بيلعب في الدوري الانجليزي. الدوري الانجليزي لا، وفي ويجن كمان، وفي ويجن يا كابتن، مش في تشيلسي ولا مش يعني مع ويجن كمان. مش في نادي كبير، في ويجن يعني من الانديه، هنقول عن من الانديه الصغيره. لكن عندك لعيبه كتير يعني، عماد متعب يعني، حسني عبد ربه، احمد فتحي، لعيبه كتير جدا، زيدان، محمد شوقي، لعيبه كتيره جدا جدا جدا. دول لو احترفوا ومشوا في طريق الاحتراف بشكل كويس كان زمانهم حاجة جامدة جدا جدا. واحنا شايفين محمد صلاح راجل بيعتمد على الله وعلى نفسه وماشي بشكل كويس جدا جدا. عايزين نقول الكابتن احمد حسن برضه يا كابتن، هو ناقر ونير مع احمد حسن يا كابتن، هو ناقر ونير زيدان مع احمد حسن على طول، وكل شويه يقول لاحمد حسن يا كابتن انت صاحب الكوره وكنت بتاخد الكوره لو محدش بصالك يا كابتن. يا كابتن كنا بنلعب كوره، احمد حسن اصلا جاي من احتراف، احمد حسن اساسا جاي من احتراف، انا ما قلتش احمد حسن لان هو اصلا كان محترف. هو طبعا لما رجع لقى المنتخب وبتاعه وكده، فهو لما رجع على نادي الزمالك والنادي الاهلي، فهو بيقول ان هو قضى فتره احترافيه كويسه، وعشان كده هو رجع حب يختم مشواره يختمه في مصر. كابتن طب خد الجهيله دي والنبي يا كابتن، كنا بنلعب كوره تقريبا في الفتره الاخيره دي قبل ما الظروف بتاعه الكورونا دي تكبر وكده، فبنلعب هنا في نادي زد، فماتش تحدي مع احمد حسن، فبلعب له الكره، قام موقف الكره، قام معقمها قبل ما ايه، قبل ما يلمسها، موقفها برجله، قام جايب التعقيم وقام معقم الكره عشان يلعب، متخيل؟ بصراحه كابتن حسن وحشتنا وحشتنا ضحكه حضرتك، ودايما يا رب متالق، وبنتشرف دايما بوجود حضرتك معانا على الشاشه. انا اللي بتشرف معاكم يا حبيبي، والله دايما بتشرف معاكم، الحمد لله. ربنا يخليك، بشكرك يا كابتن حسن، شكرا جزيلا. بشكرك شكرا جزيلا كابتن حسن شحاته، واحد الحقيقه من اساطير التدريب. هو انت صحيح اللي رجعك؟ اللعيبه مش اساطير التدريب، واللعيبه هو اساسا لعيب عالمي يعني. اللي رجعك قبل ما نطلع فاصل؟ لما رجعت كمان موضوع كبير يا سيف، يعني ما لعبتش كتير في ايطاليا، رحت هولندا لعبت فيها شويه كويسين الحمد لله، وبعدين ما توفقتش في اياكس، رايح اياكس وما باظت الليله، رجعت ايطاليا ما لعبتش في ايطاليا، فجاي الزمالك ياخدني اعاره، رجعت الزمالك خدت الدوري، فالزمالك قال لي تكمل معانا، فطبعا كنت مبسوط بقى، خدت الدوري. وزي ما بقول دايما يعني رجوعي لمصر خير كان كبير ليا، ان ارجع للزمالك اخد بطولات والناس تعرفني وجمهور الزمالك يبقى معايا، فكل حاجه ليها
يعني كان نفسي احترف طبعا اقعد اكتر من كده، انا قعدت 4 سنين تقريبا، كان نفسي اقعد اكتر من كده، بس نفس الوقت عودتي للزمالك انا بتهيألي حازم لو نفذ زمن في مصر بيك كنت هتسافر مش هترجع اصلا حتى بعد ما تخلص فاصل ونرجع لكم تاني. النهارده حلقه خاصه جدا زي ما انتم شايفين، نرجع لكم تاني بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني النهارده، مكملين معاكم النهارده زي ما انتم شايفين في حلقه خاصه جدا سكايب من كل حته، حازم امام وعماد متعب بيلفوا معايا العالم النهارده. بس كان في تطلع بينا في المعادي ولا فين؟ لا هطلع المعادي، انت عرفت منين المعادي يا ابني؟ تعلم بتوع المعادي بالليل. كان المفروض في يعني نجم كبير هيبقى موجود هنا في الحته دي، بس هو خلع في اللحظات الاخيره، واعتقد ان هو قلق يعني الموضوع. قال لك مساحه 3، لا كل سنه طيبين، خلصوا انتوا على بعض، وهو الراجل ثابت. كابتن عماد متعب نجم مصر، صباح الفل كابتن سيف، صباح الفل وسلام الكابتن حازم وزيزو. يا عمده حبيبي يا عمده، ربنا يخليك، طمنا عليك، اخبارك ايه؟ انا الحمد لله تمام، احسن الحمد لله، الامور احسن وزي الفل. معلش انا بتاسف بس ليكو اولا وللمشاهدين، انا كنت المفروض اكون موجود معاكم النهارده، لكن صراحه كابتن سيف انا بقيت اقلق اقول ربع كلمه يعني. والله العظيم بقول لك ايه، انا عايز اقول لك 3 جمل عشان ما تحيرش نفسك، ماشي؟ عماد متعب، حسام غالي، حازم امام، محمد زيدان، احمد حسن، يعني عشان بس ما ننساش حد من النجوم، ميدو، كل الناس دي نجوم كبيره وهتفضل نجوم كبيره، والتاريخ في الاخر لا سيف اللي هيغيره ولا علي ولا ابراهيم، التاريخ هيفضل تاريخ. والله يا كابتن سيف انا ما بتكلم على كده خالص، ولا انا طبعا كل الكباتن دول نجوم كبار وكلهم عملوا انجازات لانديتهم والكره المصريه بشكل كبير جدا. هي الفكره كلها ان عماد لما بيتكلم ما بيبقاش قصده حاجه خالص، وانتم عاشرتوني وعارفيني كويس جدا، ويمكن اللي بيزعلني واللي زعلني الفتره اللي فاتت ان في ناس طلعت بتتكلم بشكل ما من الاخر على المتغطي، وفي الاخر لما اتكلموا هم شخصيا ينكروا ان الكلام كان موجه ليك اصلا، لكن هم بيحاولوا، كان في اتجاه لحته معينه لتشويه الصوره بشكل صعب جدا، انا مش عارف ليه. واللي ضايقني اكتر ان بعض من جماهير النادي الاهلي يعني زعلت من عماد، مع ان عماد ما يقصدش اي حاجه وما عملش اي حاجه خالص، وعماد كل حياته في النادي الاهلي كان بيشتغل عشان طبعا عشان مستقبله، وطبعا عشان بيحب النادي الاهلي، وطبعا عشان بيته النادي الاهلي، وطبعا عشان ده شغله، وطب لكن في الاساس عشان جمهوره، عشان جمهور النادي الاهلي. ويمكن الحمد لله انا مدار 23 سنه في النادي الاهلي على ما اعتقد ان انا ما قصرتش ولو للحظه، ولو كان حتى في تقصير مني بسيط فانا بعتذر عليه حتى بعد ما بطلت. يعني هي نقط حاجات، ان الانتماء دلوقتي ان في ناس من جمهور النادي الاهلي بداوا يشككوا في انتمائك، يقولوا ان انت حتى ما بتحبش النادي الاهلي، ان انت بتتكلم عشان تخلي النادي الاهلي يقع خالص. النادي الاهلي ده بيتي، والنادي الاهلي انا اتربيت فيه وعشت فيه، النادي الاهلي ليه فضل عليا من راسي لرجلي، النادي الاهلي هو السبب في ان انا موجود معاكم وموجود دلوقتي وبتكلم في التليفون دلوقتي، والعيشه اللي انا عايشها بعد ربنا سبحانه وتعالى هو النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي هو اللي الفضل الكبير عليا، يمكن من حب الجمهور النادي الاهلي، حب في النادي الاهلي، يمكن انا اعتزلت وما رضيتش العب كره تاني. في بعض من جمهور النادي الاهلي كان شايف وكان باعت مسجات او بيقول تعليقات ان انا كنت عالي على الفريق من 2014. انت متخيل الكلام وصل لفين؟ لو انا كنت عالي على النادي الاهلي من 2014 ل 2017 فانا بعتذر ان انا في يوم من الايام كنت حمل تقيل على لعيبه النادي الاهلي او على النادي الاهلي او على جمهور النادي الاهلي. الحاجات دي كلها ضايقتني جدا انها جت من جمهور النادي الاهلي، يعني كنت ممكن اقبلها من اي مكان تاني، لكن تيجي من بعض جماهير النادي الاهلي ويتبعت لي الكلام ده شخصيا، فده اللي مخليني حزين بس مش اكتر. انا ولا كنت طمعان ان انا العب، ولا حتى وانا بتكلم حتى على عاشور ولا عن فتحي ولا عن شيف كرامه ولا عن وليد سليمان، انا ولا هاخد منهم حاجه لو لعبوا في النادي الاهلي، ولا هاخد منهم حاجه لو راحوا بره النادي الاهلي، ولا يعني انا بتكلم لمصلحه النادي الاهلي اولا، وبتكلم بحكم ان الناس دي انا عشرتها واعرفها بقالي سنين طويله، بس هي لا اكتر ولا اقل. هي النقطة كلها إن الواحد لما بيتكلم بنية صافية، مش واحد حاطط في دماغه إن في ناس بتتصيد الكلام أو في ناس هتحاول تعمل يعني يصطادوا سوري في الماء العكرة عشان يوقعوا بينه وبين جمهور النادي الأهلي. وللأسف إن ده اللي بقى بيحصل في الوقت الحالي يا كابتن سيف وكابتن حازم وكابتن زيدان، ده اللي بقى بيحصل في الوقت الحالي، كل واحد عايز يعلى بيحاول يعلى على حساب زميله ولا على حساب
شخص موجود او عايز يوصل للجمهور بشكل ما فيطلع يتكلم يبان ان هو اللي بينتمي بشكل كبير جدا، وعلى اساس ان احنا 23 سنه في النادي الاهلي ما كناش بنحب النادي الاهلي، او 23 سنه في النادي الاهلي ما كناش بننتمي للنادي الاهلي، او 23 سنه في النادي الاهلي احنا ما عملناش فيهم اي حاجه خالص خالص. انا بيتي النادي الاهلي، واكتر حاجه بحبها في حياتي بعد اسرتي هو النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، وهفضل احترم اعضاء مجلس الاداره والجهاز الفني واللاعبين في النادي الاهلي بشكل كبير جدا جدا جدا. ولو اتكلمت في يوم من الايام على يوم ان انا كنت بلعب ولا ما بلعبش، ده ملوش علاقه بالنادي الاهلي خالص، ده ليه علاقه بشخص واحد مش بالنادي الاهلي. فهي كلها حاجات نفسي الناس اللي بتحاول توقع بيني وبين جمهور النادي الاهلي يبطلوا، لان هم للاسف عرفوا يوقعوا بيني وبين مجموعه من جمهور النادي الاهلي. لكن على ما اعتقد الناس اللي بتفكر صح والناس اللي عارفه عماد كويس عمرها ما في حاجه هتوقع بيني وبينهم. واتمنى ان الناس اللي زعلانه مني يعرفوا ان انا ما عملتش حاجه، وانا كنت مع حضرتك هنا في الاستوديو على فكره، وكان كلامي فيديو، ما كانش كلامي مش عامل حوار صحفي مكتوب. لكن للاسف خدوا الكلام وفسروه بشكل تاني ودوه في حته تانيه. وعلى فكره انا للاسف عارف بعض الناس اللي بتوجه الجمهور لده، للاسف ان انا عارفهم وعارف ان ليهم مصالح معينه وليهم اتجاهات معينه. لكن في الاخر انا ما يهمنيش غير النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي بس. فاتمنى اتمنى اتمنى ان عماد لما يتكلم في اي حاجه، والله العظيم كان مره وحياه بناتي انا ما اقصد يعني ولا تفكيري جه ان انا اقول ربع كلمه على النادي الاهلي، او ان انا اتكلم على اداره النادي الاهلي، او اتكلم على النادي الاهلي. ما ينفعش ولا اقدر ولا ينفع اتكلم على النادي الاهلي، لان ده بيتي، في حد يتكلم عن بيته؟ صح. بس اول مره اشوفك كده في حياتي. انت كنت جيت معانا انا مش عارف اوجه لك ولا حاجه ولا اقول لك ولا حاجه خالص. والله العظيم يا كابتن سيف، لان انا يمكن مع حضرتك وبعد كده اتكلمت مع كابتن شوبير، وبقعد يعني للاسف انا عمري ما كنت بفكر اتفرج على التعليقات اللي بتكون موجوده، لقيت كميه شتايم يعني انا مش قادر افهم. انه ده باع النادي الاهلي وراح التعاون السعودي، على فكره لما رحت التعاون السعودي النادي الاهلي هو اللي جاب لي العرض على فكره ان انا اخرج من النادي الاهلي. صح. دي حاجه يعني، ورحت لعبت شهرين ثلاثه، قال لك ده هو فاشل وعالى على الفرقه من 2014، ده كان عندي 31 سنه يا جماعه. لكن النقطه كلها انا مش هلوم عليهم، هلوم على الناس اللي حاولوا يوقعوا بيني وبينهم في الفتره الاخيره وخلاص. والمشكله ان انا لما كلمت الناس دي كلها على تليفوناتها تنصلوا من الكلام، وقالوا ان الكلام كان موجه لناس ثانيه خالص، مش ليا ومش لحسام غالي يعني، قالوا ان الكلام كان موجه لناس ثانيه خالص يعني. فاتمنى ان اي حد عايز ينتقد حد يطلع يتكلم بالاسم، ما يرميش كلام كده مرسل وخلاص، ويخلي الناس لان انا في الاخر كنت انا اللي طالع متكلم مع حضرتك، وحسام غالي ينزل الصوره ثاني يوم، فاي كلمه اتقالت بعد كده راحت لي انا وحسام غالي. ان شاء الله باذن الله تفضل انت وحسام غالي تاريخ في تاريخ النادي الاهلي، وان شاء الله تفضل علاقتك رائعه بجمهور النادي الاهلي، ان شاء الله تفضل الامور على ما يرام. ببارك لك خطوه جديده في مجال الاداره اهو، واعتقد ان تجربه جديده ليك، يعني ابتديت في الاعلام وجاي معانا بقى في مجال الاداره برضو يعني في مجلس زد، واعتقد ان هي خطوه جديده عليك. طبعا خطوه جديده وخطوه بتشرف بيها، وبتشرف بوجودي مع نجوم كبار ومع حضراتكم، وبشكر المهندس نجيب ساويرس وانسي على المبادره الجديده والكبيره دي. الراجل شغال باحترافيه كبيره جدا، الراجل في ظل ما الناس كلها قلقانه ومتوتره في الوقت الحالي، لكن هو بص لقدام، جمع مجموعه، انا شايف ان المجموعه بسم الله ما شاء الله مجموعه مميزه، وتقدر ان شاء الله تفيد الكره المصريه في الفتره اللي جايه. طبعا تجربه جديده عليا في الاداره، ويمكن بحاول اجهز نفسي عشان لو في يوم من الايام اتعرض عليا اي حاجه من النادي الاهلي ابقى موجود وابقى جاهز. بتعلم وهتعلم. طبعا فكره انك تبص على الناشئين او المراحل السنيه الصغيره، يمكن انا واحد من الناس اللي استفدت من ده بشكل كبير جدا، لان انضميت للنادي الاهلي وعندي 12 سنه، فتعلمت حاجات كتيره جدا جدا. وزي ما قال يمكن كابتن حازم وزيدان ان المراحل السنيه الصغيره دي انك لما تتعلم فيها ذهنيا وفنيا وبدنيا ونفسيا مهم جدا جدا جدا. طبعا في وقت بعض الانديه بتحتاج ان هي تشتري لعيبه جاهزه، لكن في نفس الوقت لما نبدا بلعيبه صغيره ونطلع ونحاول نعلمهم بشكل كبير جدا ازاي تبقى لاعب محترف من سن الصغير، ده بيفيد بشكل كبير. يمكن احنا شايفين محمد صلاح في الفتره الاخيره بسم الله ما شاء الله، عشان راجل بيفكر صح وراجل دماغه في الكوره ماشيه بشكل جيد جدا، وصل لمرحله وان شاء الله يوصل لاعلى واعلى بكتير. فاحنا عايزين ندي رساله للعيبه الصغيره من سن بقى 12 و13 سنه، نبدا نشتغل على المراحل السنيه دي بشكل كبير جدا،
ان انت تعلمهم يعني احتراف، تعلمهم يعني ايه ان شاء الله باذن الله، تعلمهم يعني ايه كوره. فان شاء الله الفتره اللي جايه تبقى في حاجه. خليني اقول حاجه بقى اعلق بيها لجمهور الاهلي عنك، هو حاجه مش بتاعتي بس انا هقولها برضو لوجه الله، مش مستفاد منها حاجه. عماد متعب بقى جه عمل الديل ده، ضحى بفلوس كتير قوي عشان يحط شرط ان في اي الحاجه الوحيده اللي تخليه يمشي ويسيب اي حاجه هو فيها لو جاله اي حاجه في النادي الاهلي، صح كده؟ يعني بص يا كابتن سيف، في حاجات ما بحبش انا بقى انا بقولها هو انا بالظبط ماشي. انا مش عايز منك رد، انا لا رديت عليك النهارده في حاجه ولا انت هترد على انا قلت حاجه، بس اللي ربما ان هي تعمل يعني توضح للناس قصتك ايه مع النادي الاهلي خالص. كان اول بالظبط دي يمكن اول حاجه اتكلمت فيها انا ونادر، ولما اتكلمنا مع هيثم ومع دياب، ان يعني النادي الاهلي لو طلبني في اي لحظه ان انا ببعت جواب للمسؤولين واقول لهم في خلال 10 ايام او 15 يوم ان انا مش موجود، ويعني من غير تفكير ومن غير اي كلام. ان شاء الله باذن الله عماد طبعا ترجع لبيتك ان شاء الله باذن الله، ويفضل الجمهور دايما هو حب عماد متعب ان شاء الله. ان شاء الله كابتن سيف، ويعني بشكرك وشكرا لكابتن حازم وكابتن زيدان، وشكرا للمهندس نجيب ساويرس وانتي على المجهود الكبير اللي بيبذلوه، وان شاء الله تكون اضافه ان شاء الله للكره المصريه الفتره الجايه ان شاء الله يا رب. ان شاء الله بشكرك شكرا جزيلا عماد متعب، واحد من نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي. ناخد سريعا برضو احمد دياب العضو المنتدب لشركه زد للاستثمار الرياضي، ونشوف برضو التعليق على ايه. دياب مساء الخير. مساء الخير يا سيف، ازيك؟ اخبارك ايه؟ معلش النهارده الدنيا بتجري جدا وقصه وحلقه خاصه زي ما انت شايف، يعني قاعدين بنلف في العالم. لا انا مش هطول عليكم، تحياتي طبعا لكابتن حازم وكابتن زياد. يا ديبو حبيبي. يا دياب ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا دياب؟ الحقيقه الحمد لله انا مبسوط وسعيد وفخور النهارده. بحب اوجه الشكر لاداره قناه اون تايم سبورت على مشاركتها معانا في المبادره وادت لنجاح كبير، وعاوز ابارك لكم وابارك لنفسي، لان انا الحقيقه اتشرف ان انا اتواجد معاكم كوادر رياضيه وكوادر استثماريه تحت قياده مهندس نجيب، ان احنا نتزامل في مجلس الاداره ده، وان شاء الله زي ما حازم كان بيقول باذن الله نقدر ننفذ كل الافكار اللي عندنا في زاد بكل استثماراتها دي، ونكون اضافه ونعمل بيها نموذج في الرياضه كويس جدا. والحقيقه عاوز اوجه الشكر لمعالي الوزير اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه على دعمه لفكرة الجامعة الرياضية، وهي دي من ضمن أكبر الاستثمارات في القصة دي، وإن إحنا نقدر نعد فعلا كوادر إدارية رياضية. وزي ما حازم برضو كان بيتكلم، اللايف كوتشنج بقى حاجة مهمة، أو إن المايند سيت يكون مهم. فزي ما بنقدم ناشئين إن شاء الله الجامعة دي هتكون بتقدر إنها تقدم كوادر للرياضة المصرية جديدة. فكانت دي حاجة حابب أوضحها. وموضوع الإيجنسي كنت عاوز أدي فيها حاجة مختصرة كده. الايجنسي مش من ضمن الاستثمارات الاساسيه في المجموعه بتاعت زد الاستثمار الرياضي، ولكن هي وسيله ان انت تقدر تعمل معايشه وتقدر تطلع اربع لاعبين من الناشئين كل سنه يقدروا يعملوا معايشات بره، زي عندك نتورك. فكان لازم ان انت ما دام شغال بروفيشنال يبقى عندك الاكزت ده تقدر تعمله بشكل كويس. بتمنى لكم التوفيق وببارك لكم ومتشرف ان انا متواجد. استنى خليك معانا عشان وانت معانا برضو هضيف حاجه. المجموعه دي كلها بتاعت زاد اللي هتكون موجوده، ملهاش اي علاقه بانتخابات، مش هتخش انتخابات اي حاجه، ولا انتخابات اتحاد كوره، ولا اي قصه، ولا النجوم اللي موجودين، ولا دياب ولا هيثم ولا اي حد. دي مجموعه بتفكر لحاجه بعد 5-6 سنين. خليك بقى معايا اما اروح لهيثم عبد العظيم العضو المنتدب لشركه اورا. هيثم مساء الخير. مساء الخير، ازيك يا كابتن سيف؟ اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. طبعا انا بشكركم كلكم على المجهود الكبير اللي انتم عاملينه معانا، وان انتم قبلتوا ان انتم تشتركوا معانا في المبادره دي، وان انتم تبقوا شغالين معانا. ازيك زيدان؟ عمل مجهود كبير معانا مع بروسيا دورتموند، كابتن حازم، كابتن ميدو، كابتن عماد، كابتن احمد حسن. دياب طبعا هو الدينامو بتاع القصه دي كلها، وهو اللي عمل معاكم كل الديلات، هو اللي كان معانا من الاول. وفي نفس الوقت اللي انا زي ما انتم عارفين ان احنا القصه كلها عشان تنجح لازم محتاجه امكانيات ومحتاجه ملاعب. فزي ما انتم عارفين احنا في زاد مثلا في 6 اكتوبر هنا احنا عندنا 3 ملاعب دلوقتي للكوره، وثلاثه للبادل، وملاعب تنس، وملاعب وفتره اعداد، وفي جيم كبير بنحضره يمكن كابتن حازم ممكن يتكلم عنه. وعندنا ونفس الحكايه بنتكلم على هنعمل نادي ان شاء الله اللي هطلقه في التجمع الخامس. هنعمل نادي بتاع 50 فدان، هيبقى بقى متخصص، هيبقى فيه بقى ايه، ستاد،
فنادق للعيبه تقعد تبات فيها. الاولاد اللي احنا هنروح، انت عارف عشان تقدر تعمل فريق كويس هتلف المحافظات كلها من 29 محافظه. في نفس الوقت هنوفر للاولاد دول السكن عشان ضروري اللي يجوا من المحافظات ويسكنوا هنا فيه، وهيبقى في نادي فيه حوالي 9 أو 10 ألعاب، منها الكوره ومنها التنس ومنها البالنتنس ومنها السباحه، معمول 4 ملاعب سباحه، هيبقى يمكن فيه حاجات كتير عشان خاطر اصابات الملاعب والتاهيل والحاجات دي كلها والتنس يمكن العاب كتير يعني، والصاله مغطاه، حاجه على اعلى مستوى يمكن بتصممها بره في انجلترا، وان شاء الله نقدر ننفذها في اسرع وقت ممكن. المهندس نجيب قال يعني في حديثه ان بيكن ليك كل النجاح ده، وان هو ما كانش متوقع ان النجاح الرياضي هيعمل الضجه دي كلها. بص كابتن تيسا، لو ما فيش نجاح من غير اسم المهندس نجيب، انا بشتغل باسمه يعني، وزي ما انت عارف انسي كمان كان معايا في كل خطوه ودياب وكلكم كنتوا معايا في كل الخطوات. هو النجاح فينا كلنا يعني، انا في النهارده انا ما بعملش حاجه لوحدي، كل حاجه معتمد، ساعدتوني جامد جدا في ان احنا نقوم القصه دي كل المجموعه، وعمر ما حد فيهم متاخر. زي ما انت عارف انا اول ما كلمتك وابتدينا نتكلم في الموضوع ده كله رحب بالفكره وكله ساعدنا ان احنا ننجح بالسرعه دي، ومعانا تيم طبعا في الشركه في التكنيكال وكده ما بيناموش يعني، حتى النهارده في عز الازمه اللي احنا فيها دي احنا شغالين الحمد لله كونستراكشن، واخدين كل التوعيه، يمكن احنا بنشتغل ب 10% من الريسورسز بتاعتنا، وكلنا شغالين من الفار زي ما انت شفتنا مره مكتوب التطور مع فايلر، احنا 10 الفار اللي شغالين حاليا، الباقي كله شغال وركينج فروم هوم. وقررنا ان احنا بعد ان شاء الله ما بعد فتره الكورونا عشان نفضل نشتغل في القصه دي، ان احنا هنشتغل من 4 أماكن مختلفه، يمكن هنوزع المكاتب الموظفين عندنا على 4 مكاتب مختلفه، مكاتب في نايل سيتي وهيبقى عندنا في زد وهيبقى عندنا في التجمع الخامس، عشان في النهايه ما يبقاش في تكدس فالدنيا تقدر تمشي اسرع. طيب اي قبل ما اقفل معاك في اربع جمل بس، ايه الحلم اللي انت بتحلم بيه؟ الحلم اللي انا بحلم بيه ان احنا ان شاء الله هيبقى عندنا بعد خلال 4 سنين جيل مختلف. بس صح، بس هو ده عندنا 10 محمد صلاح. ما تتعصبش، 10 محمد صلاح. ما تتعصبش يا هيثم، حازم امام هيكلمني عن الجيم، انت وصلت للمرحله دي يعني؟ لا الجيم كابتن حازم هيكلمني. سيبك من الجيم، انت بتعمل جيم من ورايا. انا بقول لهيثم ما يتعصبش، بس ما هو لو بيتعصب بيتعصب ان شاء الله بنلعب كوره. ان شاء الله باذن الله هيكون عندنا 10 محمد صلاح. احمد دياب، اخر برضه سؤال، الحلم اللي انت بتحلم بيه؟ الحلم اللي انا بحلم بيه الحقيقه هو زي ما هيثم قال، ايوه ان احنا نطلع اجيال مش واحد، والحلم ان انا سعيد ان احنا كمجموعه نقدر نوصل فكرنا ده ونبقى عملنا اضافه للرياضه المصريه بنموذج ناجح، خاصه ان احنا كلنا مجموعه واحده وفكر واحد، ونبقى عاملين حاجه ناجحه وبراند باسم مصر. يا رب ان شاء الله. هيثم، اخر سؤال، انا عايزك تجمع كل كامبينا او كل اللي بتصرفه في السنه بتصرفوه مع المهندس نجيب وتجيبوه هنا في اون تايم للواجب الكبير اللي عملوه معاكم. ان شاء الله. مش عايزين هزار، مفيش حاجه تصرف بره، كله هنا في الرياضه ان شاء الله. احنا ما بنصرفش غير معاك وقتين، انت عارف. هو ده المهم، بس هو ده المهم بالنسبه لنا. بشكرك شكرا جزيلا احمد دياب، هيثم عبد العظيم، بشكركم شكرا جزيلا. زي ما قلت لكم النهارده كانت حلقه خاصه جدا، ومشوار على طول جري جري جري. ايه الجيم اللي انت هتكلمني عنه ده؟ بتعمل جيم؟ لا ده اول اوف اير. اوف اير عشان بلعب. لا عشان بلعب اليومين دول كتير يعني، عشان التراي ده مش باين. طيب شرفتني ونورتني يا زيزو. ربنا يخليك، بتشرف دايما، دايما بتشرف معاك. انا اللي بتشرف دايما بوجودك واضافه كبيره، وان شاء الله تحقق كل افكارك وكل احلامك. عندك دايما طموحات كبيره، وعندك دايما اصرار، وفي قاعده ناشئين وتدور وتبص، دي اكتر حاجه بتعجبني بصراحه. ربنا يخليك. انا في حاجه برضو كنت عايز، كابتن حازم كان من تقريبا اسبوع تقريبا عمل لي المبادره بتاعت، انا والله فعلا ما ردتش عليها واتاخرت فيها. كان الكابتن حازم عمل لي المبادره بتاعت اللي هي التكفل بالاسر في الظروف اللي احنا فيها، وانا اتاخرت فيها شويه ان انا ارد عليه، وانا طبعا قبلت التحدي والمبادره، وبقول طبعا على الهوا ان انا بتكفل ب 50 اسره خلال شهر 4 شهر ابريل ان شاء الله. وطبعا انا اتكلمت مع زوجتي برضو قبل ما اجي، وهي برضو بتتكفل معايا 50 اسره تانيين يعني، ان شاء الله احنا الاثنين باذن الله هنتكفل مع بعض ب 100 اسره خلال الشهر ده باذن الله. يا رب شرفتنا يا زيزو، بتشرف بوجودك دايما. كابتن حازم حبيبي يا سيف، دايما بتشرف بوجودك حبيب قلبي، ودايما بحب اكون موجود معاك في اي مكان يعني. اكتر حاجه والله بسطاني في الحته دي يعني اضافه كبيره كابتن حازم، وده باين، ببقى فخور ان انا موجود معاك. الحمد لله سيف، يمكن من اول ما ابتدينا قناه اخرى يعني من زمان، من 8 9 سنين تقريبا، بقى لنا زمن يعني. الحمد لله بنكبر مع بعض في كل حاجه. لا انا بكبر بيك والله. لا والله، والله العظيم دي الحقيقه. انت من الناس الجدعان في الوسط بجد، شخصيه جميله وبتساعد الناس وبتعمل مع الناس
دماغك شبكه حيتان اي نعم يعني ومش سهل بس ما شاء الله والله بجد واحد جدع من الناس الجدعان مبسوط انا معاك طبعا الناس كلها بتحبه بصراحه يعني يا ربنا اجمل حاجه بس سيف صاحب صاحبه بصراحه دي حاجه قليله يعني مش كتير لا والله بص انا بتشرف دايما بوجود ناس معايا ولكن حازم مشوار يعني لو انا اقول نص ال 60% 70% اللي انا وصلت له والله يسوي حازم انت بتشوف انت بتشوف حازم اكتر ما بتشوف بيتك يعني صح؟ لا لا ابتديت معاه اعلام ابتديت معاه زمان يعني دي الحقيقه الحاجه اللي مش حقيقه ان انا الحقيقه صنعت واحد في الاعلام الحقيقه شرف بيه من اولادنا اليوم حلو ان شاء الله وبدايه موفقه والناس كلها عايزه كوره دياب شخصيه جميله جدا وعنده طموحات كبيره هيثم مجموعة كلها حلوة شخصية دؤوبة جدا في شغله وطبعا دعم المهندس نجيب وانسي مع بعض طبعا يعني الناس دي كلها مهندس نجيب اكيد ربنا يوفقنا دايما يا رب مع بعض ان شاء الله باذن بالتوفيق لينا جميعا ويبقى حاجة جديدة في الوسط الرياضي باذن الله اشكرك حازم اشكرك ازدان متشكر جدا النهارده خلصنا حلقتنا زي ما قلت لكم مشوار جديد في مجال الإدارة ملوش دعوة بانتخابات ولا دعوة بمصالح ولا دعوة بأي حاجة ولا دعوة بأي قصة في أي موضوع خالص فكر اتعلمناه سنين هنحاول ان شاء الله ان احنا نطبقه ثاني وثالث ورابع بوجه بس نداء للجنه الخماسيه العروض اللي عندكم بتاعه المنتخبات وفرق الاحلام على فكره هو مش ده بس اللي معرض في اكتر من عرض ثاني وفي قدامهم كذا حاجه بذلوا فيها مجهود كبير جدا استاذ عمرو الجنايني فضل عبد الله بذلوا مجهود كبير جدا في العروض مش شركه واحده اعتقد اللي جاي هيكون مختلف في قاعه الناشئين واعتقد ان عندهم ملفات كبيره جدا ونجاحات كتيره وزي ما بقول دايما الناس دي حتى الان نجحت بشكل جيد فاصل بعد مليك ايفونا مرحب بك على قناه اون تايم سبورت ويرحب بك ايضا سيف زاهر على قناه اون تايم سبورت شكرا جزيلا على دعوتك وانا سعيد ان اكون معك في هذه المقابله الجميع يسال اين مليك ايفونا بعد ان ترك الاهلي أين ذهبت في محطتك التالية؟ بعد أن تركت النادي الأهلي سافرت إلى الصين من خلال انتقال كبير أنا أفتقد النادي الأهلي ولكن تعلم أيضا أن هذا مستقبلي وأن الكرة القدم هي مجال للأعمال وتأمين مستقبلي أيضا وكل شيء ولكن بعد مصر ذهبت إلى الصين ثم إلى تركيا وعدت بعد ذلك إلى البرتغال هذا العام عفوا العام الماضي كل ربما الأمور ليست على ما يرام ولكنني أسعى دائما أن أكون على ما يرام وأن أعود إلى مستواي المعهود كما وأستمتع بكرة القدم بعد ترك الأهلي إلى الصين وكما قلت كانت خطوة جيدة من الناحية المالية ربما كان عليك أن تظل فترة أطول في النادي الأهلي أم أن القرار كان وقته قرارا صائبا أنا لم أقل ذلك لأنني كان لدي عقد مع النادي الأهلي لعبت 11 شهرا في النادي الأهلي وكان العقد ربما 3 سنوات ولكن الأمور كانت تسير بشكل جيد بالنسبة لي وعلى ما يرام خبرة جميلة هناك كنت أرغب في البقاء أطول ولكن أحيانا لكن عندما يأتي عرض مثل ذلك هو لا يتكرر مرة أخرى في الحياة ويأتي مرة واحدة وبالتالي ذهبت وسافرت إلى الصين لكن إن سألتني عن رأيي الشخصي كنت أفضل البقاء في الأهلي لفترة أطول كيف كان الوضع في الصين وكيف حال الدوري أيضا في الصين وهم يدفعون أيضا مبالغ جيدة هناك للاعبين الدوري الصيني جيد دوري كرة القدم في الصين جيد وبالتالي عندما سافرت إلى الصين وعندما تركت مصر كان لدي بعض الإصابة في أو الكدمة في كاحل قدمي لم أكن أتلقى بعد ذلك العلاج الجيد والتدريب الجيد لم تكن الأمور على ما يرام كان أيضا هناك اشتباك في رباط صليبي في ركبتي لم تكن لحظات جيدة لي في الصين ولكن الدوري كرة القدم الصيني دوري جيد الناس أيضا جيدون هناك وأنت تعلم ما حدث لي بعد ترك الصين لا ليس مثل المصريين أنت تعلم الناس هنا في مصر والجماهير في مصر مجانين بكرة القدم وهناك كرة القدم صناعة وبعد الصين ماذا كانت وجهتك
ذهبت إلى تركيا. كيف كان الوضع في تركيا؟ في تركيا أديت موسما رائعا لأنني كانت هناك فرصة أمامي لأشارك في دوري أيضا الأوروبي. لعبت ضد سالزبورغ والعديد من الفرق العالمية وكانت خبرة جيدة لي. ثم حدث قطع في أيضا رباط الصليبي وتوقفت لسبعة أو ثمانية أشهر دون ممارسة كرة القدم ولم أعد إلى مستواي المعهود، ولكن مررت بخبرة جيدة أيضا بالنسبة لي وأنا سعيد الآن. أنت تعلم هذه هي حياة، هذه هي كرة القدم، ولا تسيطر على كل شيء وتتمنى كل شيء. كلاعب دولي كرة القدم وتتحرك من دولة إلى أخرى، ما كانت وجهتك بعد ذلك أو الدولة التالية، وكيف كرة القدم في أوروبا؟ أم تفضل أن تعود إلى مصر أو المغرب أيضا لعبت؟ كما تحدثت معك من قبل، أحيانا تتخذ قرارات ولا تعلم ما نتائجها في المستقبل. أنا جئت إلى البرتغال لأنني كنت أريد أن ألعب كرة قدم في أوروبا وفي الدوري الأوروبي وأكتسب الخبرة، ولم يكن القرار جيدا في ذلك الوقت، لم يكن الأمر جيدا بالنسبة لي، لم تسير الأمور كما كنت أريد، لم تكن كما أريد، وما حدث هذه هي الحياة وهذا هو نصيبي في الحياة. أنت ربما تفضل العودة كلاعب والتكيف مع الدوريات في الدول العربية. نعم، أعتقد أنني وجدت سهولة في ممارسة كرة القدم وبدول العربية، لدي هذا الشعور أنني عندما أتي إلى دولة عربية الأمور تسير معي على ما يرام وتسير بشكل جيد، كل شيء جيد بالنسبة لفرق الدول العربية، وسأعود مرة أخرى إلى إحدى الفرق العربية. مليك إيفونا، السؤال التالي من سيف زاهر. التفاوض مع النادي الأهلي كان ماراثون طويلا، لا أحد يعلم ما حدث بالضبط في التفاوض، كان هناك ربما نوادي أو بعض الأندية الأخرى على الخط التفاوض. بالنسبة لي هذه قصة لا أعرف بالضبط، لأنني تلقيت رسائل من هيثم عرابي، أعتقد أنك تعرفه، كل شخص في مصر يعرفه كمدير إداري أيضا، وهو صديق لي وصديق كبير وأيضا وكيل اللاعبين. أنا لم أكن أعلم ما هو النادي الأهلي في ذلك الوقت ولا أعلم أي شيء عن الفريق، ولكن عندما أراني الفيديوهات وشاهدت الفيديوهات وأداء الفريق ومدينة القاهرة والقصص النادي الأهلي ونجاحاته واستاد كرة القدم، قلت لنفسي هذا الفريق الكبير يسعى لضمي أنا، وبالتالي قلت لنفسي نعم سأذهب وأحترف في النادي الأهلي. تلقيت رسائل كثيرة من جماهير الأهلي في ذلك الوقت، العديد من الرسائل من الجماهير النادي الأهلي بعثت لي برسائل كثيرة، قلت هؤلاء الناس يعشقون كرة القدم ومجانين بحب النادي الأهلي، قلت في نفسي أن هذا نادي كبير وسأتمنى أن ألعب. تحدثت لهيثم وقلت له سآتي للاحتراف في الأهلي، هو نادي كبير، وقال لي هيثم هذا نادي كبير، نادي الأهلي كبير، إذا جئت لنادي الأهلي عليك أن تتطور وإنك أن تقتل نفسك في الملعب وأن تحرز الأهداف وأن تكون نجما. قلت له نعم أنا على استعداد لتحقيق ذلك والانضمام للنادي الأهلي، ولكن لم تستغرق المفاوضات ربما طويلا، ربما 20 يوما، أم ماذا حدث؟ هل كان هناك تفاوض أيضا من نادي الزمالك في ذلك الوقت؟ بالنسبة لي لا أعرف، أيضا لا أعرف عن هذه التداعيات وهذه الكواليس، لأنه بعض الناس كانت ترسل لي رسائل يقولون مالك إيفونا تعال إلى نادي الزمالك، الجماهير الأخرى مالك إيفونا تعال إلى النادي الإسماعيلي، تعال إلى الأهلي. أنا لا أعرف ذلك، أنا لاعب كرة قدم، وعندما أصل إلى المطار
أنا أنظر ووجدت أكثر من 500 أو 1000 شخص، ألاف الأشخاص أصبت بالدهشة. ما هذه الجماهير الغفيرة التي تأتي لاستقبالي ومشاهدتي في هذه اللحظة؟ كانت بالنسبة لي حقيقة لحظة جميلة، ولكن لا أعرف ملابسات التفاوض من جانب الأندية الأخرى، ولكن بالنسبة لاتخاذ القرار من جانبك في ذلك الوقت، في ذلك الوقت ربما أراد رئيس النادي، لأنه كان هناك أحد الفرق من فرنسا قدم عرضا لي أيضا، ولكن لم يكن هناك مشروع جيد بالنسبة لي، قال لي ذلك رئيس النادي. وثم بدأ الأهلي يتحدث إلي ويعطيني أيضا فرصة أن يكون مشروع كبير في النادي الأهلي، وأقنعوني وتحدث معي هيثم بشكل جيد عن النادي الأهلي. ربما كان هناك عرض كما قلت لك من أوروبا، ثم جاء العرض من النادي الأهلي. هل العائد المادي كان مجزيا بالنسبة لك أيضا؟ نعم، لأن هناك مشروع كبير بالنسبة لي، نادي كبير مثل النادي الأهلي، وكان بالنسبة لي توظيف لي كلاعب، هذا كان مشروع وهدفي الأساسي. ارتفعت روحي المعنوية أيضا نظرا لأني لعبت أيضا في مباريات في إفريقيا، وقلت سأكتسب هذه الخبرات في وتوظيفها في النادي الأهلي لكونه نادي كبير وهو أكبر وأفضل أندية كرة القدم في إفريقيا، وهو أكبر أيضا من أي فريق آخر، ومن فريق بالنسبة لي له جماهير غفيرة جدا. هذا كان شعوري، أنا لا أجامل، ولكن قلت الأفضل لي أن أذهب إلى النادي الأهلي، أنا أحب هؤلاء المشجعين وهذا النادي. ربما توقع الناس أكثر منك في ذلك الوقت وألا تترك النادي الأهلي. المرة الأولى أتذكر كانت المباراة أمام أورلاندو، وكانت المباراة الأولى لي، وأحرزت هدفين في ذلك الوقت، هدفان رائعان، وكان في نصف النهائي، في ليس في دوري الأبطال، ولكن أعتقد الكونفدرالية، أحرزت هدفين، ولكن ثم خسرنا 4-3. ربما بكيت بعد هذه المباراة لأننا بدأنا بقوة، وكان موقف النادي الأهلي رائع، وأحرزنا هدفين الشوط الأول، ثم تغيرت الأمور رأسا على عقب في الشوط الثاني. أتذكر هذه المباراة ولن أنساها طوال حياتي، وكانت المباراة الأولى لي. وما هي أفضل مباراة واجهتها مع النادي الأهلي؟ أنت تعلم أفضل مباراة أديتها وأمام الفريق المصري كانت أمام الزمالك بالطبع، ولكن لدي أيضا مباراة أخرى كانت ضد فريق سموحة. هذه المباراة لم أحرز هدفا، ولكن أديت بشكل رائع وقاتلت وقدمت مساعدة للاعبين. كانت مباراة صعبة جدا، لعبت أمام سموحة هذه المباراة، وكانت النتيجة المباراة هدفان مقابل هدف. أعطيت كرة وهدفا أحرزه عبد الله السعيد، ثم جاء أيضا ضربة جزاء وأحرزها أيضا عبد الله السعيد الذي أحرز مباراة هدفين، وكانت مباراة جيدة. ربما الأهداف هذه الأهداف أعطتك قوة مع النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي، ما هي قصة هذا الهدف؟ Yes, rivalry is a big. أنا لا أعرف، كانت أخذت الكرة وبدأت أجري بالكرة، وكلما أجري بالكرة أنظر على حارس المرمى أقول لنفسي سأستمر أيضا، واستمريت في الجري. أنت تعلم أن عماد متعب كان
مريضا بعض الشيء وهل تحدثت معه وتابعت أخباره؟ نعم علمت ذلك، ولكنه الآن في صحة جيدة وتحسن وعاد إلى منزله وتحدث معه وأتابعه وهو جيد الآن. وهل تحدثت معه بعد ذلك؟ نعم تحدثت معه هو على ما يرام. وأنا اطمأنيت عليه بأنه في صحة جيدة. هل تشاهد مباراة الأهلي الآن؟ نعم أشاهد مباراة الأهلي وأتابع أمام سان داونز في فريق جنوب إفريقيا، كانت مباراة جيدة. والفريق الأهلي لديه فريق جيد الآن ولكن ليس أفضل عندما كنت ألعب في النادي الأهلي. أنا أعتقد الفريقي كان في النادي الأهلي أفضل من الفريق الحالي. ما رأيك في الفريق الآن، تقييمك لفريق النادي الأهلي الآن وأنت تتابع مبارياته، وأي اللاعبين تفضلهم؟ العديد من اللاعبين مختلفين ولكن هذا جيد. النادي الأهلي فريق كبير، كل لديه كثير من اللاعبين واللاعبين جيدين، المدرب فني رائع. أتمنى كل الخير للأهلي وفي دوري الأبطال وفي كل والدوري المصري أيضا، وخاصة في أعتقد الأهلي هو الأفضل، لديه أيضا مهاجمين جيدين، لديه مهاجم جيد ليس مثلي ولكنه مهاجم جيد أيضا. ومن الفريقين الذين سيلعبان ربما في نصف النهائي؟ الوداد كازابلانكا، أنت لعبت لكلا الفريقين. نعم لعبت للفريقين، هذه المرة الثانية أن ألعب في دوري أيضا، ولعبت في دوري الأبطال، لعبت الموسم الماضي أيضا مع الوداد ثم مع النادي الأهلي. أنا أميل إلى الطرفين ولكن أميل إلى الأهلي أكثر حقيقة. هل قضيت وقتا جيدا مع نادي الوداد؟ نعم الموسم الماضي مع الوداد المغربي وأحرزت أفضل الأهداف أيضا وفزنا ببطولة الدوري، لهذا ذهبت إلى النادي الأهلي. نعم لهذا ذهبت وانضممت للنادي الأهلي. حدثني كثيرا عن كرة القدم في المغرب. كرة القدم في المغرب متقدمة، جماهير أيضا عاشقة لكرة القدم مثل النادي الأهلي، ولكن هم أكثر جنونا، هم ناس طيبون حقيقة وجماهير طيبة في المغرب. والوداد لديه جماهير، هناك اسم ربما لا أتذكره الآن، الفائز ربما أن تتحدث عن مجموعة من الجماهير. نعم هم يعطونا انطباعا جيدا ويعطونا قوة. حدثني عن قصتك مع المنتخب. تحدث معي المدير الفني حول مباريات المنتخب وإفريقيا، ولكن أنا مشارك طبعا بالطبع مع ضمن لاعبي وقوام المنتخب الوطني. هل أوباميانغ أمام صلاح ربما ستكون مباراة صعبة بالتأكيد، ولكن هل لديك شعور بالرغبة أن تلعب مع منتخبك أمام منتخب المصري؟ أنا أحب أن ألعب أمام تريزيجيه وحجازي وصلاح، صلاح صديق لي يتحدث معي بين الحين والآخر، أحمد فتحي، هؤلاء هم أصدقائي. وربما لو لعبت وحجازي سأحرز هدفا. في النهاية إذا أردت أن تبعث برسالة إلى الجماهير في مصر التي يحبونك أمام الكاميرا الآن، من كلمة من قلبك إلى الجماهير في مصر، جماهير الأهلي الحبيبة، أنتم جماهير خاصة جدا بالنسبة لي، أعشقكم وأحبكم كثيرا، كل جماهير الأهلي
أنا أعلم بأنني في المرة الأولى التي جئت فيها إلى مصر كنتم تتابعونني على صفحات الإنستغرام وتحدثت عني بشكل جيد وبكلمات رائعة. لن أنساكم أبدا، لن أنسى وقوفكم بجانب جماهير الأهلي، لأنكم وبعد 3 سنوات ما زلتم تحبونني وتتتبعونني وتتذكرونني وعلى صفحات الإنستغرام. أعطيكم شكرا كبيرا وحبا كبيرا، شكرا على دعمكم لي، شكرا على كل شيء قدمتموه لي. أعدكم يوما ما سأرد لكم هذا الجميل وما قدمتموه لي عندما جئت للنادي الأهلي. أشكركم كثيرا.